دي المحاضرة بتاعت المرة اللي فاتت، نبدأ نسجل لو انتوا لسه ما سجلتوش. ابتدينا المحاضرة اللي فاتت، اتفقنا كده ان احنا بنتكلم على الستيل كونكشنز سبجكت تو مومنت، اللي هي فيها اكسنتريستي، الفورس بعيدة عن الكونكشن، فبالتالي لما تنقل الفورس عند الكونكشن بتتنقل بفورس ومومنت. فابتدينا المرة اللي فاتت كانت مقدمة وشرحنا انواع الكونكشنز سواء تورشن او مومنت، ودخلنا بس في اول تايب من الديزاين اللي هو الكونكشن الويلدد اللي عليها مومنت. وكنا المفروض بقى النهارده والمره الجايه ان شاء الله باذن الله نكمل المحاضره. فتعالوا عشان برضو نفتكر المره اللي فاتت، نمشي سريعا على المحاضره اللي فاتت دي كده. السلايد الاولانيه عامل بس دي كده السلايد الاولانيه، تاخدوا بالكم بس ان انا عدلت سنه صغيره في ترتيب المحاضره، اللي هم انا كنت منزل المره اللي فاتت على ال ام اس ثلاث محاضرات مع بعض مجمعين، فعملت تعديله صغيره كده بس في الترتيب. فيا ريت ان شاء الله باذن الله لما تخلصوا المحاضره تنزلوا البي دي اف تاني من ال ام اس، انا هتلاقيني سميته ريف 1 او ابديتد، فده تنزلوه تاني. هو الكونتنت يعتبر هو هو، بس زي ما بقول كده ايه، غيرت الترتيبة فقط لا غير. فالمرة دي ان شاء الله باذن الله، المرة اللي فاتت عشان نفتكر خدنا المومنت ريجيد كونكشن، دي كانت اول نقطة المقدمة عنها، وبعد كده الديفرنس ترينج اكشن ونحسبهم ازاي، ودخلنا في ديزاين ويلدد كونكشن سبجكت تو مومنت. كان المفروض ان احنا ناخد التورشن، بس خلينا بقى المرة الجاية يعني هتلاقيني نقلته رقم 6، ديزاين تورشن ويلدد وديزاين تورشن بولتد، عشان بس ايه ما يحصلش لخبطه. خلينا ناخد البندنج كله ونخلصه وبعد كده نخش في التورشن. ده بس التعديله اللي احنا غيرناها في الترتيب بتاع المحاضرات. المره اللي فاتت انا جايب لكم السلايدز اللي احنا شرحناها المره اللي فاتت زي ما هي بالظبط. كان اول حاجه ابتدينا نقول ان عندنا نوعين من الكونكشن، نوع اسمه فليكشرال اللي هو شير بيسمح بالروتيشن، ونوع تاني ما بيسمحش بالروتيشن ريجيد، الزاويه بين العمود والكاميرا مثلا بتبقى 90 درجه تفضل زي ما هي. فده كان الفرق بين الشير كونكشن والمومنت كونكشن، واحنا من اللي بنتكلم على المومنت كونكشن. وده كان شكل من اشكال الابلكيشن بتاع المومنت كونكشن، ان ممكن يبقى موجود في مالتي ستوري، ده كان مالتي ستوري فريم، ادوار بيلدينج كذا دور، الكونكشن بين الكاميرا والعمود تبقى مومنت، او ممكن تبقى موجود في الكرين جيردر، الكرين تراك جيردر اللي احنا خدناه في اول السنه خالص بيبقى سبورت على براكت، البراكت ده بيبقى مومنت كونكشن. وده كان شكل الكونكشن بقى يعني ايه مكبر، ان انا عندي كاميرا دي الجيردر بتاعتي، هتبقى مثلا يا اما ملحومه دايركت مع العمود، ده كده العمود الكولم اهو، يا اما ملحومه دايركت مع العمود، يا اما ملحومه في بليت والبليت نفسه معمول مسمار مع العمود. فده كده كان منظر كونكشن، وده منظر الكونكشن الثاني انا بقول ملحومه في العمود دايركت، ده البراكت والبراكت ده محطوط فوقيه اي بيم وملحوم دايركت مع العمود، وعليه بقى المومنت اللي احنا بنتكلم عليه. ونفس الاشكال بتاعه الكونكشن، كنا قلنا ان في ثلاثه تايبس، لو الكاميرا او البراكت ملحوم دايركت مع العمود، دي اللي احنا خدناها المره اللي فاتت بالتفصيل. المره دي هناخد ايه بقى؟ هناخد الاثنين التانيين دول، الاثنين دول اللي هو واحده سميناها اكستندد اند بليت. اكستندد اند بليت سميناها كده ليه؟ عشان هتلاقي البليت اللي موجود ملحوم في الكاميرا او ملحوم في البراكت طالع فوق، عشان كده سميناها اكستندد، وفي مسمارين اهو فوق. فالمنظر ده كده اسمه اكستندد اند بليت كونكشن، والمنظر الثاني اللي جنبه اسمه فلاشد اند كونكشن. هم دول اللي احنا هناخدهم النهارده بالتفصيل الديزاين بتاعهم عشان نصمم المسامير. المره اللي فاتت صممنا اللحامات، المره دي هنصمم المسامير، نشوف المسامير الديزاين بتاعها شكله ايه، وفي نفس الوقت اعمل تشيك على العمود. العمود بيبقى فيه لوكال تشيك، كنت انا مشاور هنا كده ومشاور بالاحمر كده الكلاود ده، وبقول ان هنا في لوكال تشيك، ساعات بيحصل تنشن من ناحيه وكمبريشن من ناحيه وشير، فعايزين نعمل لوكال تشيك على العمود. فهو الكلام ده اللي هناخده النهارده ان شاء الله باذن الله. ده منظر الكونكشن بالتفصيل، ان انا كان عندي كاميرا والكاميرا بتتلحم، تتلحم في هيد بليت، والهيد بليت او الاند بليت يبقى متخرم، وبعد كده بنحط مسامير يتوصل مع العمود في الاخرام بتاعته.
ده كان منظر الكونكشن. كان في منظر كونكشن تاني اللي هي اتفقنا ان هي تورشن عليها تورشن، ده كان عمود بشكل مختلف، عمود ده اللي هو تو شانل، بحط من الجنب يمين ومن الجنب شمال حاجه اسمها سايد بليت، ده كده السايد بليت، وبلحمهم او بعمل لهم مسامير، يعني ممكن يبقى لحام وممكن يبقى مسامير. دي ان شاء الله الكونكشن اللي هناخدها لسه المره الجايه، يعني مش هناخدها النهارده، هناخدها ان شاء الله في محاضره المره الجايه ان شاء الله باذن الله. اتفضل يا فندم. حضرتك دلوقتي مش هناخد يعني البولتد اكسنتريك هناخد كونكشن. ان شاء الله، انا قلت ان احنا هناخد ان شاء الله باذن الله البولتد اكسنتريك كونكشن السبجكت تو مومنت، مش سبجكت تو تورشن، نطينا يعني غيرنا الترتيبه شويه، فاي هناخد اللي عليها مومنت بس اللي هي اللي منظرها قدامنا دي، انما لسه المره الجايه ان شاء الله هنبقى ناخد بتاعه التورشن. طيب الكونكشن السترينج اكشن اللي كانت عليها زي ما اتفقنا كده برضو المره اللي فاتت ان الفورس بعيده، يعني ده كده الرياكشن بتاعي، فالرياكشن بتاع الكرين تريجر ده بعيد عن الكونكشن، فين الكونكشن؟ هو البلين اللي بالاحمر ده، فالبلين اللي بالاحمر ده الفورس بعيد عنه، فعشان الفورس توصل له هتعمل مومنت او تورشن على حسب، وتعمل شير او تنشن او كومبريشن على حسب برضو اتجاهها. وكنا رسمنا الاتجاهات مع بعض المره اللي فاتت وقلنا انا عندي ثلاثه فورسز، الفورس العموديه على البلين بتاع الكونكشن اللي بالرمادي ده هو البلين بتاع الكونكشن، او نسميه كده سطح التلامس او الانترفيس بين الكاميرا والعمود. فسطح التلامس او الانترفيس بين الكاميرا والعمود ده لو الفورس عموديه عليه يبقى ده تنشن او كومبريشن على حسب اتجاهها، لو داخله جوه يبقى بتزق يبقى كومبريشن، لو خارجه بره يبقى تنشن، وده السهم بتاعها اهو، لو السهم خارج لبره يبقى تنشن، لو السهم داخل لجوه يبقى كومبريشن. ده بالنسبه لايه؟ بالنسبه للفورس النورمال على البلين. لو كانت الفورس في نفس اتجاه البلين سواء راسي او افقي دي بتعمل ايه؟ بتعمل شير، وده المنظر بتاعها اهو. لو الفورس افقيه في البلين بتعمل شير، لو الفورس راسيه برضو بتعمل شير، المهم تبقى موازيه للبلين بتاعنا. ده كان بالنسبه للفورس. بالنسبه للمومنت ده كده كان منظر المومنت بتاعنا، برضو قلنا نفس الكلام، لو المومنت ده المومنت ده سهم المومنت، لو المومنت البلين بتاعه عمودي على الكونكشن يعمل بيندنج، لو المومنت موازي للبلين بتاع الكونكشن يعمل تورشن. فالاثنين دول ده البلين ده او المستطيل الدوت ده عمودي على المستطيل اللي متهشر بالرمادي اللي هو البلين بتاع الكونكشن، فده كده يعمل مومنت، ونفس الكلام اللي تحت ده برضه بيعمل مومنت، واحد بيعمل مومنت افقي والتاني بيعمل مومنت راسي برضه على حسب اتجاه الفورس، والاخراني ده اللي هو موازي ده يعمل ايه؟ يعمل تورشن. وقلنا ان لو انت عندك مومنت بنقلبه لناحيه تنشن وناحيه كومبريشن ان شاء الله كده لما هيبان النهارده في الديزاين، ان انا هيبقى المومنت الناحيه اللي بتشد من فوق دي هتبقى كلها عليها تنشن، وفي ناحيه ثانيه عليها كومبريشن، ده على حسب السي جي بتاع الكونكشن. نفس الكلام برضو لو المومنت افقي، لو المومنت افقي الناحيه الشمال اللي هي الرمادي اللي بالغامق ده عليها تنشن، والناحيه اليمين كلها عليها كومبريشن، انما التورشن ما بيعملش تنشن وكومبريشن، لا بيعمل شير، ده كده منظر التورشن، فبيعمل الاسهم اللي احنا عاملينها دي كلها شير. فناخد بالنا ان لو عندي بيندنج يعمل تنشن وكومبريشن، لو عندي تورشن يعمل شير. طيب ده بالنسبه لايه؟ بالنسبه للستريننج اكشن. وده كان مناظر مختلفة للكونكشن بتاعتنا، شرحناها ان هي ده الكاميرا، دي كانت كاميرا سبورتد يعني فيها كونكشن مع العمود، كونكشن ريجيد، ونفس الكاميرا دي لو قطعناها نفس الكونكشن ممكن تبقى كاميرا مع كاميرا، كنا بنسميها سبلايس. وده كان منظر تاني للسبلايس، برضو قلنا المرة اللي فاتت قعدنا نشرحهم عشان نقول ايه هو فين الشير وفين التنشن وفين الكومبريشن. طيب الكونكشن الاساسيه بتاعتنا بقى اللي احنا بندرسها هي زي ما اتفقنا بتاعه الكرين تراك جيردر. لما انا يكون عندي كرين تراك جيردر ده الكاميرا اللي انتوا عملتوا لها ديزاين خلاص واقفه على براكت، فكنا عايزين نشوف الديزاين بتاع البراكت ده مع العمود. انا بتكلم بسرعه عشان ايه كل ده مراجعه للمره اللي فاتت، عشان ان شاء الله لما نخش المره دي نبقى ايه فاكرين بس احنا قلنا ايه المره اللي فاتت. كنا قلنا ان الكرين تراك جيردر ده الفورس اللي موجود عليه الفورس الرأسية اللي هي اللودز الرأسي اللي هي وزن العجل، وفي فورس أفقية اللي هي اللاترال شوك اللي هي اللي جاية بالجنب، وفي فورس في الاتجاه الطولي بتاع الكاميرا اللي هي البريكنج فورس. البريكنج فورس اللي هي ده المنظر بتاعها اللي هي بتفرمل، لو العجلة فرملت فيحصل فورس في الاتجاه الطولي بتاع الكاميرا. كل واحدة وليها القيم بتاعتها
وكل واحدة بتتنقل للعمود عن طريق معين. لما احنا نبص هنا على منظر الكاميرا بتاعتي اهو، دايما الفلانج الفوقانية يعني انا عندي هنا التوب فلانج دايما تبقى ممسوكة مع العمود، فدايما دايما الفورس الأفقية بتتنقل للعمود دايركت عن طريق الكونكشن اللي فوق دي. يبقى ناخد بالنا ان البراكت اللي تحت ده ما بيشيلش ولا لاترال تشوك ولا بيشيل بريكنج فورس، الحاجة الوحيدة اللي بيشيلها هو الويل لود الرأسية. يبقى دي لازم ناخد بالنا منها عشان ايه؟ عشان احنا حطينا الكونكشن دي مخصوص عشان كده، اللي هي البليت، في بليت افقي ده. لو البليت الافقي ده لو مش موجود هنضطر بقى ننقل اي فورس افقيه ننقلها على مين؟ ننقلها على البراكت اللي تحت ده. طيب كنا بنجيب الرياكشن بتاع الفورس الرأسية دي ازاي؟ زي ما خدته كده في الكرين جيردر اللي هي الماكسيمم شير. لو تفتكروا الماكسيمم شير احنا عندنا كان ديد لود ولايف لود، فالكاميرا ده كامرتين جنب بعض. ناخد بالنا لو رجعنا للصفحة السابقة هنلاقي العمود بيبقى فيه كاميرا يمين كرين تراك جيردر وفي كاميرا شمال كمان، فالكامرتين دول بالنسبة للديد لود بنحسب الاون ويت بتاع الكاميرا دي والاون ويت بتاع الكاميرا التانية. والاون ويت بتاع الكاميرا كنا اسيوم ان هو بيطلع من 100 ل 150، ده وزن الكاميرا فقط لا غير، مفيش ديد لود تاني. طب اللايف لود عبارة عن ايه؟ وزن الكرين جيردر نفسه، وزن الحمولة اللي بيشيلها. فوزن الكرين جيردر اللي هو العجلتين اللي بنديها لكم مثلا في المساله او انتوا بتجيبوها من الجداول بتاعه الكرين، وزن العجلتين دول عشان نجيب اكبر اكشن كنا بنحطهم فوق السبورت على طول. يبقى لما نبص هنا بالمنظر ده بنلاقي ان العجله موجوده فوق السبورت على طول وفي عجله تانية هنا بعيد عنها بمسافه اللي هي السبيسنج بين العجلتين، نقدر نحسب الرياكشن الراسي. يبقى الرياكشن الراسي ده عباره عن وزن العجل اللي هي بي دي بلس جزء من العجلة التانية. وكنا لو احنا عايزين نحسب الماكسيمم كنا بنضربه في الامباكت برضو كلايف لود ونجمع عليه في الاخر الديد لود اللي هو الاون ويت اللي بنحطه هنا اللي بنفرده من 100 ل 150. ده كده ايه حساب الرياكشن الرأسي. طب الرياكشن الافقي زي ما اتفقنا كده ده المنظر بتاع الكونكشن وده البلان بتاعها. كنا قلنا ان الرياكشن الافقي ده احنا هنحسبه بس ايه مش هنحطه على الكونكشن، يعني الكونكشن الفورس الافقيه اللي اسمها اللاترال تشوك بنحط لها بليت مخصوص افقي مع العمود تمسك العمود فبالتالي تتنقل على طول من فوق. ونفس الكلام في البريكنج فورس، لو بصينا في البلان بنحط البليت الافقي ده او بنحط هنا في انجل فيها زاويه، الانجل بزاويه 45 تشبه لحاجه اسمها النيب ريسنج. الليفل بتاعها موجود فين؟ الليفل بتاعها موجود فوق اللي هو الازرق اللي فوق ده. وظيفتها ايه؟ وظيفتها انها تنقل البريكنج فورس، هنا في بريكنج فورس وفي لاترال شوك، تتنقل على طول دايركت على العمود. يبقى ناخد بالنا ان الكونكشن اللي تحت دي اللي هي بتاعه البراكت اللي بنسميها براكت دي ما بتشيلش ولا افقيه بتاعه اللاترال شوك ولا الافقيه بتاعه البريكنج فورس. الحاجه الوحيده اللي بتشيلها هي الفورس الرأسيه، والفورس الرأسيه موجوده فين؟ موجوده هنا عشان تتنقل للسي جي بتاع الكونكشن تتنقل بفورس مومنت. كل الكلام ده قلناه المره اللي فاتت. هنا كان اكزامبل سريع ازاي نحسب الرياكشن، ده يمكن ما كان موجود يعني ايه في اخر المحاضره اللي فاتت ما قلناهوش، بس ايه حطيت لكم في نفس المكان بالظبط المفروض يبقى موجود فيه. ده كده المنظر بتاعنا، انا عندي كاميرا 6 متر وعندي الاون ويت اللي بنفرضه 100 150. هو اصلا لو الكاميرا مقاسها موجود انا اقدر اجيبها من الجداول على طول. الكاميرا دي كان مقاسها اتش اي بي 360 فقاسها من من الجداول اللي هي 146 كيلو، 146 كيلو اللي هي 0.146 اضربها في السبيسنج. هنا في رياكشن على اليمين اللي هو اس على 2 ورياكشن على الشمال اس على 2، لما نجمعهم نضربها في اس. يبقى الرقم ده يديني الرياكشن بتاع الديد لود. الرياكشن بتاع اللايف لود اهو ان انا عندي 8 طن راسي هنا و8 طن على بعد 1.8، ده جاي من المساله نفسها. لما نبص على راس المساله نلاقي ان هو مدي لك العجلتين والمسافه بينهم ومديك هنا الكاميرا اتش اي بي 360. دي المعلومات اللي كانت موجوده في المساله هي دي اللي هتحسب منها ايه الرياكشنات. وكمان مديك الاكسنتريستي، يعني شايفين الكاميرا بتاعتي موجوده على بعد 30 سم من وش العمود، فبالتالي الاكسنتريستي اللي هي 300 دي انا هستخدمها ان انا اجيب المومنت اللي جاي من الفورس الرأسيه دي وانقله للسي جي بتاع الكونكشن. السي جي بتاع الكونكشن فين؟ هنا. لو انا رسمته عشان ناخد بالنا احنا بننقل فين؟ احنا بننقل السي جي بتاع الكونكشن ده كده. لو سميناه هنسميه السي جي اوف كونكشن. فبالتالي الاكسنتريستي من هنا لحد هنا هي اللي هاخدها
اخد الفورس الرأسية بتاعتي واضربها في الاكسنتريستي دي تديني ايه؟ تديني مومنت بالاضافة الى الفورس نفسها اللي كانت موجودة. هو ده اللي انا ايه؟ ده اللي انا المفروض احسبه على الكونكشن عشان بعد كده اعمل ديزاين الكونكشن. فده المنظر بتاع الرياكشن اهو اللي احنا حسبناه، حسبنا حاجة اسمها بي واي اللي هي 1.2 ديد زائد 1.6 اللايف، واللايف دايما نضربه في امباكت، الامباكت فاكتور اللي هو كان بيبقى في الغالب 25%. وبعد كده بنحسب برضو نفس الرياكشن بس سيرفيس لود. بس ايه الفرق بين السيرفيس لود والالتيميت لود؟ ده كان اللي بنسميه الالتيميت لود. الالتيميت لود ده او الفاكتورد، فاكتورد يعني كنا بنضربه في فاكتور معين اللي هو 1.2 ديد 1.6 اللايف. هنبص كده ان شاء الله باذن الله النهارده هناخد بالنا ان انا في تشيكات معينه بستخدم فيها السيرفيس لود. فالسيرفيس لود ده ما بنضربش، هتلاقي هنا ما فيش الفاكتور بتاعنا هنا ولا 0.21. فاحنا هنحسب الرياكشن مرتين، مره كده ومره كده، خلاص. طيب الاخرانيه دي اللي هي بتاعت مين؟ بتاعت اللاترال شوك. زي ما اتفقنا كده اللاترال شوك دي انا حاسبها هنا صراحه عشان ايه؟ تشوفوا الشكل بتاعها، انما احنا مش هنستخدمها في الكونكشن، لان زي ما اتفقنا من شويه كده ان الفلانجه اللي فوق بتبقى دايركت كونتاكت ببليت تاني خالص مع العمود. ده كده الاكزامبل بتاع ازاي نحسب الستريننج اكشن. بعد كده دخلنا على ديزاين الويلد. زي ما اتفقنا كده عندنا ديزاين ويلد وديزاين بولت، فاحنا ابتدينا المره اللي فاتت بالديزاين الويلد وخلصنا المحاضره عليه. كان ديزاين الويلد اللي هو كان عباره عن ايه؟ ان انا عندي ده البراكت بتاعي، والبراكت بتاعي اللحام دايما بيبقى داير ما يدور، وده كده منظر اللحام. الاي بي موجود هنا في النص، واللحام من فوق ومن تحت الفلانجة، ويمين وشمال الويب. واخد المنظر ده اعمل عليه التشيكات. التشيكات بتاعتي كان عندي تو بروسيدرز. البروسيدر الاولاني ان انا اخد المومنت بتاعي، ده المومنت بتاعي، وانقله في الفلانجة الفوقانية والفلانجة التحتانية بس. وكنا بنقول بننقله ازاي؟ فلانجة تنشن فوق وكمبريشن تحت، ان انا اقسمه على الدبس. الدي دي اللي هي الدبس بتاع الكاميرا، لو قسمت الام يو على الدبس يطلع لي فورس فوق وفورس تحت، اهو مكتوبه هنا اهو. ام يو على الدي بي، البيم يعني، الدبس بتاع البيم. والام يو دي اللي هي الام التيميت اللي احنا حسبناها من شويه. طيب لو الكاميرا نفسها فيها فورس افقيه سواء تنشن او كومبريشن، برضو اقسمها على اتنين. اتنين ليه؟ برضو قسمتها شويه فلانجه فوق وشويه فلانجه تحت. يعني اعتبرت ان الفلانجه هي اللي شايله كل حاجه. فبالتالي هتلاقي الفورس بتاعتنا بنجمع عليها تي على 2، او لو اللي تحت بنطرح منها سي على 2 على حسب الاتجاهات. الاسهم شايفين هنا السهم طالع لبره، انما السهم هنا داخل لجوه، فعلى حسب الفورس دي. لو الفورس دي تنشن يبقى خارجه لبره، يبقى لما نجمعها لتحت هتلاقي السهم بالعكس. وبالتالي ده التنشن بتاع الفلانجه الفوقانيه، وده الكومبريشن بتاع الفلانجه التحتانيه. نعمل تشيك على مين؟ نعمل تشيك على اللحامات. واللحامات بيبقى شكلها ادي كده اهو، زي ما اتفقنا كده داير ما يدور الكاميرا. الابعاد بتاعتها بتبقى سهله زيها زي الكاميرا بالظبط، ان انا عندي الكاميرا بتاعتي العرض بتاع الفلانج هو نفسه عرض اللحام، والحته اللي تحت دي بتبقى نص عرض الفلانج. وطبعا عشان هنا في ويب وعشان هنا في فيلت اللي هو الكورنر او الراديوس ده، فبناخدها في الاخر 0.4 المي. ونفس الكلام في الارتفاع، لما نبص على الارتفاع مش بناخد ارتفاع الكاميرا كله، بناخد حته منه اللي هي 0.8 دي، عشان برضه هنا في فلانج وهنا في فيلت. كل الكلام ده نقدر نستنتج الويلد بتاعنا ونعمل عليه تشيك. السايز بتاع الويلد كنا بناخده دايما ما يزيدش عن التخانه اللي احنا بنلحمها. يعني شايفين انا بلحم ايه مع ايه؟ بلحم فلانجه بتاعه الكاميرا مع فلانجه العمود، لازم التخانه دي ما تزيدش عن الفلانجتين دول. عشان كده انا كاتب لك هنا اسيوم الاس اف اللي هي الاس فلانج، السايز ويلد بتاع الفلانج اقل من التي فلانج، والاس ويب اقل من التي ويب. يبقى لازم ناخد بالنا لما نيجي نلحم، انا ممكن الحم برقمين مختلفين، يعني ممكن الحم الفلانجه ب 10 مللي والحم الويب ب 6 مللي بس. فلازم الرقمين دول ما يزيدوش عن التخانه اللي انا بلحمها اللي هي بتاعه الكاميرا. ده كان الايه؟ البروسيدر الاولاني. والتشيكات بتاعتنا كنا بنقول ان التشيكات بتاعتنا بعمل تشيك على الفلانجه اللي فوق او اللحام الهوريزونتال، ان انا اخد الفورس اللي هي التي اللي احنا حسبناها واقسمها على اريا ويلد هوريزونتال بس. كلمة اريا ويلد هوريزونتال اللي هم الافقيين بتاعة الفلانجة اللي فوق، اقسمهم على بعض واعمل لهم تشيك في الاخر على مين؟ على اللحام. الالاوبل ستريس بتاع اللحام كان الفاي،
مضروبه في 0.4 الاف التمت، والفاي دي كنا ناخدها ب 0.7 و 0.4 الاف التمت. الاف التمت ده اللي هو بتاع اللحام او اللي هو الماتيريالز بتاعتنا. ده بالنسبه للتشيك على الهوريزونتال ويلد. واللي تشيك على الفيرتيكال ويلد ان انا كان عندي خطين لحام يمين وشمال الويب، كنا بنعمل تشيك شير فقط لا غير. كنا قلنا لو رجعنا للصفحه اللي فاتت تاني ان اللحام الراسي ده بيشيل شير، واللحام الافقي ده بيشيل مين؟ بيشيل التنشن اللي احنا حسبناه فوق ده او الكومبريشن اللي حسبناه تحت. بناخد الكبير فيهم ونعمل تشيك على اللحام اللي فوق او اللحام اللي تحت اللي هم الهوريزونتال، والراس ده بنعمل تشيك شير. ده كانت البروسيدر الاولانيه. البروسيدر الثانيه كنا بنقول ان انا بحسبها بطريقه مختلفه، ما باخدش المومنت واقسمه على الفلانجه اللي فوق بس والفلانجه اللي تحت بس، لا ده انا بقسمه على القطاع كله. طب بقسمه على القطاع كله ازاي؟ ان انا احسب الانيرشيا اصلا بتاعت اللحام زي الكاميرات كده، ان انا بقى عندي ده منظر الويلد، يبقى احسب الانيرشيا بتاعت اللحام واخد المومنت اوزعه على الفلانجه والويب كمان مش فلانجه بس. دي كانت البروسيدر الثانيه ان انا بحسب بيها تشيك على اللحام. وقلت لكم المره اللي فاتت ان ايه لسه ما قررناش هو امتى نستخدم دي وامتى نستخدم دي. النهارده بقى ان شاء الله هقوله، يعني كنا مأجلينها لحد ما ناخد المسامير لان هي مربوطه بالمسامير. المنظر ده على حسب المسامير شكلها ايه اختار انهي بروسيدر، اللي هي الاولانيه ولا الثانيه، اللي هي ان انا اوزع المومنت على الفلانجات فقط لا غير، ولا اوزع المومنت على القطاع بالكامل. طب اوزع المومنت على القطاع بالكامل اعمل تشيك ازاي؟ نفس الفكره، ان انا هعمل تشيك على نقطه فوق خالص اللي هي الهوريزونتال ويلد، وهعمل تشيك على نقطه ثانيه اللي هي الفيرتيكال ويلد. الهوريزونتال ويلد ان انا اقسم المومنت على الانيرشيا، مش هقسم بقى على الاريا اللي هي ام على اي في واي. ادي التشيكات بتاعتنا اهي، ان انا بقول لو انا عندي نقطه لفوق نقطه نمره واحد، ان انا باخد الاف 1 عباره عن ام اللي هي المومنت. تعال نرسمها مع بعض كده سريعا، ودي تبقى ايه اخر حاجه في المحاضره بتاعه المره اللي فاتت. لما يكون عندي مومنت ده المومنت الالتيميت بتاعي، والارتفاع ده هو الكاميرا كان الاستريسز بالمنظر ده، فعشان احسب الاستريسز ده ام على اي مضروبه في واي، والواي اللي هي فين؟ الواي من هنا لحد السي جي بتاع مين؟ لحد السي جي بتاع الكونكشن بتاعتي. فده كده ام على اي في واي زائد الفورس على اريا توتال. ناخد بالنا التي التيميت او السي التيميت دي اللي هي الكومبريشن او التنشن الموجود على اريا مين؟ اريا توتال. لان انا زي ما اتفقنا كده البروسيدر نمره 2 دي ان انا ما باخدش الفلانجات بس، ده انا باخد القطاع كله او باخد اللحام كله، عشان كده بقسم على اريا توتال. فده كده تشيك نمبر 1. طب تشيك نمبر 2 اللي هي البوينت نمبر 2، نفس الكلام، انا ما باخدش شير بس، ده الفرق بين 1 و 2، انا باخد المومنت كمان. طب باخده ازاي؟ ده الاستريسز اللي هحسبه هنا. يبقى الاستريس اللي هحسبه هنا ان انا اخد واي 2 برضو ام على اي في واي، بس دي تبقى واي 2، يعني دي كده كانت واي 1 اللي هي نقطه نمره 1، دي كده واي 2. فاقسم ام على اي في واي اهي موجوده هنا، ام على اي في واي، وكمان اخد الكيو الشير اللي موجود عندنا، واروح عامل التشيك بتاعي ان الاف بتساوي جذر اف 2 سكوير زائد 3 كيو سكوير تحت الجذر. ده اللي هو عباره عن ايه؟ زي ما اتفقنا كده عباره عن الكومبايند تنشن مع شير. ده كان الايه البروسيدر التاني. وبعد كده كان اكزامبل على التو بروسيدرز دول. دول ان شاء الله الاسبوع ده هيشرح لكم في المحاضره بالتفصيل الاكزامبل ده، بالاضافه الى كمان الديزاين بتاع البولت كونكشن. يعني الاسبوع ده ان شاء الله الاكزامبل اللي هيبقى موجود ويلد وبولت للبندنج، اللي احنا المحاضره بتاعت النهارده والجزء بتاع المره اللي فاتت ده. طيب ده بالنسبه لايه؟ بالنسبه للمحاضره اللي فاتت. طيب قبل بقى ما نخش المحاضره الجايه اللي هي الجديده بتاعت النهارده، حد عنده اي اسئله في الكول اللي فات ده؟ حد يرد عليا؟ عمر دايما اول واحد بتخش معانا، عندك اي مشكله في اللي فات ولا الموضوع كان سهل؟ انا قلت عمر وانا شايف كذا عمر عندي، في اي واحد فيكم يرد؟ طيب خلاص، يبقى المحاضره اللي فاتت والاكزامبل كان بتاع المره اللي فاتت كان سهله قوي، ما كانش فيه مشكله وما كانش يعني ايه بيتحل في صفحه واحده بس، فبسيط. نخش بقى في مين؟ في بقيه الكونكشن. هي نفس الكونكشن بيبقى فيها جزء الحامات وجزء مسامير، فنتفرج النهارده بقى ان شاء الله باذن الله ازاي هنعمل ديزاين المسامير. زي ما اتفقنا كده من شويه ههدي بقى الكلام بتاعي كده وهتكلم بالراحه. ده اللي فوق اللي هي سميناها extended،
واللي تحت دي سميناها فلاجت. اول حاجة عايزين نعرف الفرق بينهم، وبعد كده نخش بقى في الطريقة بالظبط بتاعت التشيك بتاعت الريزلت. فالفرق بينهم عبارة عن ايه؟ لو انا رسمت في السايد فيو ان انا عندي الكاميرا اهي، وتحت نفس الكاميرا اهي، البليت موجود كده طالع بره فوق شوية عشان نحط مسمار فوق ومسمار تحت الايه الفلانجة، انما هنا البليت جاي على قد الكاميرا، فالمسامير هتبقى موجودة في طول الكاميرا كله. ده الفرق بينهم. يبقى الفرق ان انا بحط هنا المسامير فوق فقط لا غير، مش معنى فوق اللي هي بتشيل تنشن، يعني اتجاه المومنت بتاعي جاي كده، يعني احنا مش بنحطها فوق وخلاص، احنا بنحطها مكان التنشن. يبقى لازم ناخد بالنا، لو انا ضحكت عليكم مثلا واديت لكم مساله والمومنت كان معكوس، فالاكستنشن بتاع البليت يبقى من ناحيه التنشن. بمعنى لو انا عندي كاميرا كده مثلا، دي كاميرا بتاعتي والكاميرا بتاعتي كونتينيوس في المومنت بالمنظر ده، فلو انت خدت الكونكشن اللي هنا يبقى الاكستنشن جاي من فوق، يعني المسامير موجوده فوق. ليه؟ عشان ده نيجاتيف مومنت اللي هو المومنت جاي كده. انما لو خدت كونكشن في النص، نفترض كده ان احنا خدنا كونكشن في النص، ما تغلطش وتحطه من فوق برضو عشان انت متعود ان الاكستنشن من فوق، لا الكاميرا بتبقى جايه كده والاكستنشن هيبقى من تحت. يبقى لازم ناخد بالنا كويس جدا المومنت اتجاهه ايه. هنا المومنت كان ايه؟ كان بوزيتيف، ده كده شكل المومنت، فالتنشن تحت اللي هو كان في الميد سبان، انما فوق السبورت كانت نيجاتيف مومنت فالتنشن كان فوق. فلازم ناخد بالنا الاكستنشن اللي احنا رسمينه ده، المسامير بتتحط ناحيه التنشن، مش مجرد ان انت اكستنشن من فوق وخلاص. طيب الثانيه بقى سهله، الثانيه مش فارقه معاك، لان كلمه فلاشد كونكشن ان انا بعمل البليت على قد الكاميرا بالظبط وبملاها مسامير، بشوف المسامير بتاعتي المسافة تكفي كام واحط ثلاث مسامير اربع مسامير خمس مسامير على حسب. طيب الكلام ده كان فانكشن في ايه؟ فانكشن في المسافة بين كل مسمار والتاني. انا اسف معلش نرجع تاني، ده القلم بتاعي هنا وهنا، المسافة دي كانت المفروض لا تقل عن 3 فوق، المسافة بين المسامير. يبقى انا لما اجي ارص المسامير اروح حاسب المسافة الكاملة من فوق لتحت واقسمها على 3 فاي واشوف انا اقدر احط 3 مسامير ولا 4 مسامير ولا 5 مسامير، احط القيمة اللي انا اقدر احطها عندي. طيب ده بالنسبة لايه؟ بالنسبة لفلاشد كونكشن. طيب ايه الفرق بينهم بقى؟ الفرق بينهم يشبه بالظبط لبروسيدر 1 وبروسيدر 2 بتاعت ديزاين الويلد. بمعنى ايه؟ بمعنى انا قلت من شويه وقلنا المره اللي فاتت وشرحناها، ان لما يكون عندي مومنت عندي طريقتين للتشيك بتاع اللحام، يا اما اخد المومنت بتاعي احوله لتنشن فوق وكمبريشن تحت، واخد التنشن ده على الفلانجه فوق بس والكمبريشن تحت على الفلانجه اللي تحت وخلاص وخلصنا. دي كانت الطريقه الاولانيه. الطريقه الثانيه ان لما يكون عندي مومنت هاخدها على القطاع كله واحسب ستريس فوق وستريس تحت. اهو ده الفرق بين الناحيتين، وده اللي بنستخدمه دايما زي ما اتفقنا كده من شويه. لما يكون عندي بروسيدر 1 وبروسيدر 2 ما كناش قلنا امتى نستخدم دي وامتى نستخدم دي، دلوقتي عرفنا. لما يكون عندي اكستندد كونكشن بستخدم اللي هي بروسيدر نمبر 1، لما يكون عندي فلاشد كونكشن بستخدم بروسيدر نمبر 2. يبقى الفرق اللي احنا قلناه من شويه سريعا كده بتاع الويلد، ان انا يا اما اركز المومنت في الفلانجات فقط لا غير، وبالتالي يبقى في تنشن فلانج وكمبريشن فلانج، ساعتها هركز المسامير هي كمان عند التنشن فلانج بس، واحط اربع مسامير اللي هم المنظر اللي قصادنا ده، مسمارين فوق ومسمارين تحت، ده ناحيه التنشن. طب ناحيه الكمبريشن، ناحيه الكمبريشن احنا مش محتاجين اصلا مسامير بالمناسبه، يعني انا عندي هنا بدوس الفلانجة اللي تحت دي بتدوس على العمود، فهي مش محتاجة، انا هحط لها طبعا المسمارين دول بس هما مش شايلين حاجة لان مفيش تنشن، يعني الكاميرا دي او الهيد بليد ده مش عايز يتخلع لبره، فبيزق لجوه، فعشان هو بيزق لجوه فبالتالي انا مش محتاج تحت مسامير. فدي الحتة بتاعت ايه؟ ان بحط اربع مسامير، مسمارين فوق الفلانجة ومسمارين تحت الفلانجة في حالة التنشن، دي في حالة الايه؟ اللي هي extended moment connection.
طيب الجزء الثاني او الفكره الثانيه او الشكله او البروسيدر الثانيه ان انا بوزع المومنت على الارتفاع كله، وعشان كده حاطط المسامير على الارتفاع كله بالظبط. خلاص واضح دلوقتي امتى بنستخدم بروسيدر نمبر 1 وامتى بنستخدم بروسيدر نمبر 2؟ واضح؟ دايما هسأل ولازم حد يرد عليا قبل ما كده. طب دكتور سؤال لو سمحت. اتفضل يا فندم. واحنا في اللي تشيك بتاع الـ بتاع الويلد كنا بنقول التي اور السي الكبيره على الـ على الاريا بتاعت الويلد اللي هي بتاعت الفلانج. تمام. انا ليه باخد الكبيره فيهم؟ طب ما ممكن بتاعت الكومبريشن تطلع الكبيره وهي كده كده مش بتتنقل بالبيرنج. احنا بنحسب المومنت على ديبس وبنجمع او نطرح عليه التي على 2. اللي بتجمعه او تطرحه شوف التوتال الكبير هو ده اللي احنا منه. انا ما ببصش على التنشن لوحده، انا ببص على التوتال. التوتال الكبير هو ده اللي بنعمل عليه تشيك. فالجزء اللي فوق الفلانج اللي فوق او الفلانج اللي تحت ما باخدش تي على 2 او سي على 2 الكبيره فيهم، لا انا بجرب دي مره في التنشن فلانج وبجرب الثانيه مره في الكومبريشن فلانج وباخد التوتال اللي فاتح المايك. خلاص فانا بتعامل مع التوتال فورس مش بتعامل مع التنشن لوحده او المومنت لوحده، فلازم اجمعهم على بعض او اطرحهم من بعض على حسب اتجاهات الاسهم وهو ده اللي بعمل عليه تشيك. طيب نكمل بقى ديزاين الكونكشن بتاعه البولتد. قبل ما نخش في البروسيدر بتاعه ازاي نحسب تشيك على المسمار افكركم سريعا الكلام ده ايه المفروض خدتوه في الكورس اللي فات اللي هو 341 او الترم اللي فات في 331. فالمفروض الكلام ده انتوا عارفينه كويس، فبس انا هعدي عليه سريعا واخد سكرين شوت من الكود المصري عشان افكركم انواع المسامير اللي موجوده عندنا وايه الالوبل بتاعها لان احنا هنستخدمها كمان شويه. فانا مش هعدي عليها بالتفصيل، يعني هنعدي عليها سريعا اللي هي مقاومه المسمار. انا عشان احسب مقاومه المسمار بخش في الكود وبعد كده بحسب الاكتوال فورس بتاعت المسمار واقارنهم ببعض، هو ده الهدف بتاعي. يبقى انا دلوقتي ايه المسامير اللي كانت عندي؟ الجدول ده كان موجود في الكود المصري بيقول لك ان انا عندي انواع اسمها اوردينري بولت وهاي سترينث بولت، وده كان الجريد بتاعها من بدايه 4.6 6.8 لحد 8.8 و10.9. بالخبره يعني انت لما ان شاء الله باذن الله تشتغل بره هتلاقي ان معظم او يكاد يكون 99.9% من المومنت كونكشن كلهم هاي سترينث بولت. يعني احنا في الاخر لما بتعمل مومنت كونكشن انت عايز الفورس تتنقل من الكاميرا للعمود، فالفورس على المسمار بتطلع كبيره مش بتطلع صغيره، فعشان الفورس بتطلع كبيره فانت محتاج لها مسمار يستحمل، مسمار قوي. عشان كده 99.9% من الفورس بتاعه المومنت اللي احنا هنشوفها كمان شويه كلها بتبقى هاي سترينث بولت. فخلينا نركز في الهاي سترينث بولت، ده مش معناها ان انا ما ينفعش استخدم اوردينري، لا انا هكتب التلات طرق وممكن تبقى اي طريقه فيهم، بس زي ما اتفقنا كده ان اي حد يعمل ديزاين مومنت كونكشن الاحسن انه يستخدم الهاي سترينث بولت على طول. تمام. فالهاي سترينث بولت عشان نركز عليه اللي هو كان 2 جريدز 8.8 و10.9، والفرق بينهم كان اليلد والالتيميت. كنا اتفقنا ان الثمانيه دي لو ضربناهم في بعض اللي هي 8 مضروبه في 0.8 يطلع 6.4، ده كده الاف يلد، والايت لوحديها ده كده الاف التيميت، ده بالنسبه للمسمار ده. والمسمار الثاني 10.9 الاف يلد بتاعته ب 9 اللي هي ضريبيه الاثنين دول في بعض، والاف التيميت 10 اللي هي الرقم ده لوحده. خلاص ده كده الايه الهاي سترينث بولت. طب نوع المسمار نفسه لما تيجي تركبه كان في حاجه اسمها كاتيجوري A وكاتيجوري B وكاتيجوري C. كاتيجوري A وC يشبهوا البعض بس مع الاختلاف ان A كانت اللي هي الاوردينري بولت والC اللي هي البريتنشن بولت. كلمه بريتنشن اللي هما مين؟ زي ما اتفقنا كده الهاي سترينث. يعني ايه كلمه بريتنشن؟ بريتنشن يعني امسك المسمار ده المسمار بتاعي والنط هنا بيبقى فيه النط بتاعتي واربط بعزم تورك، وطبعا انا ماسك من الناحيه الثانيه، فكل ما اربط بعزم تقدر تقول المسمار عمال يتشد. يعني ايه؟ دي عماله تضغط ودي عماله تضغط والمسمار نفسه عمال يتشد، فده اللي بنسميه بريتنشن. بريتنشن يعني قبل اصلا ما احط احمال، يعني قبل ما اركب الكرين اصلا انا عايز اربط المسمار، فلما بربط المسمار مش بربطه
سناج تايتنج، حاجه اسمها سناج تايتنج. سناج تايتنج ده اللي هو بيبقى ربط عادي، عارف، بتمسك كده المفتاح وتربط الصاموله وخلاص. انما لو ربطتها بعزم بيحتاج مفتاح كبير شويه، او مفتاح الايدين بتاعته طويله، او ممكن حتى تبقى حاجه ميكانيكال ان انت تربطه بجهاز معين. فالمهم ان انت لما بتعمل تورك على المسمار فالمسمار بيتشد لبره، وفي نفس الوقت راس المسمار وراس النط الاثنين بيضغطوا على البليتات اللي موجوده. عشان كده بنسميها بري تنشن بولت. لازم ناخد بالنا ان البري تنشن بولت ده اهو نسميه بري تنشن، بري يعني سابق، يعني قبل اصلا ما تشغل البيلدنج بتاعي بنشده، بنشد المسمار قبلها. فالبري تنشن بولت ده بيستخدم في الاثنين دول بس، يعني اوعى حد ايه يستخدم البري تنشن في الاوردينري بولت، مش هيعرف، هيكسر المسمار اصلا. الشد اللي موجود هنا والشد اللي موجود هنا هيكسر المسمار. فبالتالي البري تنشن بولت ما بيستخدمش غير في الهاي سترينث بولت. اهو ده انهي كاتيجوري؟ زي ما اتفقنا كده كاتيجوري سي، اللي هو بنسميه كده بيرنج تايب كونكشن ويز هاي سترينث بري تنشن بولت. والاولاني برضو بيرنج تايب كونكشن ويز نون بري تنشن بولت، اللي هي المسامير اللي هي الاوردينري العاديه اللي هي ما فيهاش بري تنشن. طيب كاتيجوري دي بقى مختلفه شويه عشان الشير، يعني اختلافها بس في الشير، اللي هو ايه؟ اللي هو لما يكون عندي بليت هنا، هنا لو رسمتها بالازرق هكمل نفس المنظر بتاعنا. البليت موجود فين؟ البليت موجود واحد هنا مثلا، ده كده بليت، وفي بليت تاني هنا، هما دول انا بربطهم ببعض. فاللي بيحصل ان السطح بتاع التلامس بين الاثنين بليتس دول هما كمان بيمسكوا في بعض. بس انا عندي طريقتين، يا اما امنع ان هما ينزلقوا، ينزلقوا يعني ايه؟ يعني يتحركوا في انهي اتجاه؟ في اتجاه الشير، يعني الاتجاه ده. يا اما امنع ان هما يتحركوا في الاتجاه ده، يا اما اسمح ان هما يتحركوا في الاتجاه ده. يبقى انا دلوقتي ما بتكلمش على ايه؟ ما بتكلمش على تنشن، لا ده انا بتكلم على الشير. فالسليب كريتيكال دي ان انا بمنع الانزلاق. ده نوع من الانواع ان انا لازم اجهز السطح بتاعي، السطح ده والسطح ده لازم اجهزه بطريقه معينه بحيث ان الاثنين بليت دول يضغطوا على بعض، فبالتالي ما يعرفوش يتحركوا. بستخدمها في كونكشن معينه اللي هي السليب كريتيكال دي في كاتيجوري بي. يا اما اسمح اصلا بالانزلاق، بس انهي زي ما اتفقنا كده ان التحرك بيبقى في اتجاه الشير، انما ما زال التنشن ممسوك. طب هو الشير هيبقى يسمح بالانزلاق الى ما لا نهايه؟ اكيد لا. انا بسمح بالانزلاق لحد ما الفرصه تتنقل للمسمار، يعني شايفين هنا بيبقى بيرنج على المسمار، وهنا هيبقى بيرنج على المسمار. يعني اللي بيحصل ان التايب نمره بي ده، ده هاي سترينث بولت، هاي سترينث بولت، ونمره سي هو كمان او كاتيجوري سي برضه هو كده هاي سترينث بولت. فالاثنين هاي سترينث بولت. طب امال ايه الفرق بينهم؟ الفرق بينهم في الشير، ان هنا سليب كريتيكال وهنا بيرنج تايب. ده الفرق. يبقى احنا ان شاء الله باذن الله لما نخش في الديزاين بتاع الكونكشن ونعمل تشيك لازم ناخد بالنا هو المسمار بتاعنا انهي نوع، سليب كريتيكال ولا بيرنج تايب. سليب كريتيكال يبقى الشير بتاعي امنع انهم يحصل لهم انزلاق، والبيرنج تايب اعمل تشيك ان البيرنج بين البليت والمسمار يكفي ان هو ينقل الشير. خلاص. طيب كانت الايكويشنز بتاعت برضو جايبها من الكود المصري، الايكويشنز بتاعت الالاوبل ستريس اللي هو المفروض بقى نقارن بيه، ده السترينث يعني بتاع المسمار، مقاومه المسمار، ان دي كانت المعادلات بتاعته اللي هي الفاي، الفاي في، الفاي في كانت 0.6 دايما بتاعت الشير. انا كنت بتكلم على كاتيجوري اي اند سي، لان زي ما اتفقنا هما يشبهوا البعض، بس الفرق بان ده الاثنين بيرنج تايب، بس الاولاني بيبقى اوردينري بولت والاخراني بيبقى هاي سترينث بولت. فالفاي بتبقى 0.6، الفاي في اللي هي رمز الشير، يعني الفي ده هو رمز الشير، وال 0.6 اف التيميت ده اللي هي مقاومه الشير. ساعات كنا بناخدها 0.6 وساعات كنا بناخدها 0.5 على حسب انواع المسامير، وانواع المسامير اهي مكتوبه 4.6 و5.6 و8.8 اللي هي كنا بناخدها 0.6، والثانيه بناخدها 0.5 ونضربها في الاريا بتاعه المسمار ونضربها في عدد اسطح الشير، لان انا ممكن يبقى عندي كذا سطح، فبالتالي نطلع في الاخر
المقاومه بتاعه المسمار نتيجه الشير. طب كان برضو في مقاومه للمسمار نتيجه البيرنج، ان انا بيبقى عندي البيرنج زي ما كنا رسمناها من شويه، ارسمها تاني. ان انا كان بيبقى عندي ادي المسمار اهو وادي البليت اهو، فكان بيحصل ان بيبقى عندي بيرنج جاي بالجنب هنا، فالبيرنج اللي جاي بالجنب ده كان بيتحسب عن طريق الديامتر بتاعي هنا. ده كده الديامتر، يعني انا عندي المسمار لو انا رسمته ايزومتري ده كده المسمار، فالفورس عندي بتيجي على السطح ده بالجنب كده، ده اللي هو اللي اسمه البيرنج. فكنت بحسبها ازاي؟ كنت باخد السطح ده واعمل عليه تشيك، السطح ده عرضه ديامتر والتخانه بتاعته تي. طب انهي تي بقى؟ على حسب البليتات، ما انا بوصل كذا بليت مع بعض، فعلى حسب البليت يا اما بتاع الهيد بليت مثلا يا اما بتاع العمود، هم دول اللي انا بوصلهم ببعض. فالتي الصغيره هي الكريتيكال اكتر، فباخد التي المينيمم وفي الاخر اضربها في الالوبل ستريس بتاع البيرنج، والالوبل ستريس اللي هو كان الفا في اف التيميت، والالفا دي كانت فانكشن في الايدج ديستنس. الايدج ديستنس هو لما انا ابص مثلا على الكونكشن بتاعتي، فالمسافه دي او المسافه يعني دي هي الايدج ديستنس بتاعتي في اتجاه الشير. فالايدج ديستنس دي هي اللي بشوفها، هي 1.5 فاي ولا 2 فاي ولا 3 فاي، واخد الالفا معاه. وكنا بنحسب البيرنج سترينث، وفي الاخر بنقارن الفورس الشير عندي بايه؟ بالاقل من الشير اللي على المسمار او البيرنج سترينث. كل الكلام ده بعدي عليه سريعا كده، ان انتم المفروض خدتوه الترم اللي فات. طيب بالنسبه للتنشن، الكلام اللي فات ده شير، طب احنا هيزيد علينا تنشن، انا لازم برضو اعمل حسابي في التنشن، لان انا دلوقتي بتكلم على مومنت كونكشن، فالمومنت كونكشن دايما المسمار بيبقى عليه تنشن. يبقى لما ابص على مقاومه المسمار للتنشن هنلاقي ادي المعادله بتاعته، ده كاتيجوري A، ان انا بقول الار ان تي اللي هي بتساوي الفاي مضروبه في 0.66 الاف التيميت، يعني 0.66 الاف التيميت دي هي الالوبل ستريس بتاع التنشن، اضربه في الاريا بتاعه المسمار. ناخد بالنا كويس قوي ان الاريا بتاعه المسمار محدش يتلخبط وياخدها باي فاي سكوير على 4 وخلاص، او باي دي سكوير على 4، لازم ناخد بالنا كويس جدا، الاريا اس دي مش باي دي سكوير على 4. الاريا اس دي اللي هي الستريسد اريا، بنسميها ستريسد اريا لما يكون عندي مسمار والمسمار ده بيجي في الاخر فيه ثريدز وانت بتشده، انت المفروض تاخد اقل اريا. اقل اريا يعني ده بيبقى باي دي سكوير على 4، لا بس هنا في اريا اقل، الاريا اقل دي بتطلع فرنج، يعني الرينج بتاعها 0.78 مضروبه في باي دي سكوير على 4، يعني دي كده تعتبر الاريا الاصغر اللي هي مع وجود الثريدز. فبالتالي ان انا اعوض هنا بالاريا بتاعه المسمار واضربها في 0.66 الاف التيميت، حسبت برضو التنشن ب 0.7، فاقدر كده ان احسب مقاومه المسمار الواحد. ده بالنسبه للكاتيجوري A. بالنسبه للكاتيجوري B، ال 0.66 دي بتبقى 0.8، يعني لما نبص هنا بيبقى القيمه بتاعتنا 0.8. وفي الاخر لو كان عندي كومبايند تنشن وشير بقارنهم ببعض، يعني هنا بقول ده الابلايد فورس، يعني نسميها كده ابلايد فورس اللي هي الاكتوال يعني، ودي نقول السترينث، يعني بقارن الابلايد فورس مع السترينث، مره في التنشن الترم ده كده بتاع التنشن والترم ده بتاع الشير، والمفروض لا يزيد عن كام؟ لا يزيد عن واحد. يعني بقول ابلايد فورس على السترينث بتاع المسمار، كل ده بتكلم على مسمار واحد، واجمع عليه مره تنشن ومره شير، اجمعهم على بعض كل واحد سكوير اقل من واحد، هو ده التشيك بتاعي في الكومباين تنشن مع شير. خلاص ده بالنسبه لايه؟ بالنسبه لمقاومه التنشن والشير للكاتيجوري A وC. طيب كاتيجوري B قلنا فيها اختلاف صغير قوي، اختلاف صغير ان هي بتمنع السليب كريتيكال، فالسليب كريتيكال عشان انا اضمن انه ما يحصلش بحسب حاجه اسمها بي اس. انا في الاخر يعني كاتبها لكم من الكود عشان تعرفوا بس هي جت منين، بس في الاخر احنا مش هنحسبها، دايما بيبقى موجود ليها جداول. لما نبص هنا ده الجدول اللي موجود في الكود المصري، كاتب لك صراحه كده ان البي اس عباره عن رقم، هو الرقم ده
اللي بيبقى مقاومه المسمار انه يحصل له سليبنج، فبنسميه سليب كريتيكال. ان الرقم ده لو عداه، لو الفورس اللي عندنا عدته، يبقى هيحصل انزلاق بين الاسطح، لو ما عدتوش يبقى مش هيحصل. وهو ده اللي تشيك ان المفروض ايه نعمله في الشير، انما التنشن بيفضلوا زي ما هو. نرجع تاني معلش، دي التشيكات بتاعتي، ان انا لو كان عندي شير اقارنه بحاجه اسمها بي اس. البي اس دي در اسمها كده اهو، ذا سليب ريزيستنس، دي مقاومه الانزلاق بتاعه الشير. في التنشن هي هي، في التنشن لو نبص كده هتلاقي الار تنشن عباره عن برضو 0.8 في اف التيميت في اي اس، زي المره اللي فاتت بالظبط. انما بتاعه الشير اللي هي بنقارن بالبي اس. ده كده سريعا مقاومه المسمار. نبتدي بقى نحسب الابلايد فورس على المسمار. يبقى احنا اتكلمنا كل اللي فات ده على مقاومه المسمار نفسه. عايز احسب طب هي الفورس اللي على المسمار نفسه كام، واقارنهم ببعض عشان اعرف بقى هو المسمار سيف ولا انسيف. فزي ما اتفقنا احنا عندنا طريقتين، مره اكستندد ومره فلاجد. الاكستندد كونكشن ان انا زي ما احنا شايفين كده اهو، حاطط مسمار فوق، صف يعني مسامير فوق وصف مسامير تحت، هنا في واحد رابع، فالاثنين دول محوطين مين؟ محوطين الفلانجة. فين الفلانجة؟ هي دي الفلانجة بتاعتي. الاثنين دول جايين حوالين الفلانجة، يبقى الهدف بتاعي ايه في الاكستندد كونكشن؟ ان انا احط مسامير حوالين الفلانجة. طب مش معنى الفلانجة، لان احنا من شوية قلنا ان انا هاخد المومنت بتاعي واركزه جوه الفلانجة. هاخد المومنت بتاعي اللي هو الام التيميت ده، واقول انه بيتحول لتنشن فوق وكمبريشن تحت. التنشن فوق ده اللي هو ام على الدي، والكمبريشن اللي تحت برضو ام على الدي. خلاص؟ طيب وفي نفس الوقت برضو لما يكون عندي تنشن اضافي، تنشن ده مش جاي من المومنت، ده تنشن فورس عادية. لو عندي كاميرا فيها تنشن فورس، دي يمكن مش موجودة في الكرين جيردر. الكرين تراك جيردر الكونكشن بتاعته مش هتلاقوا فيها التي دي، لان احنا قلنا من شويه ان الهوريزونتال فورس بتتنقل من الفلانج اللي فوق على طول، اللي هي اللاترال شوك والبريكنج. انما انا بتكلم دلوقتي على كاميرا عاديه جدا، كاميرا مبنى يعني، فلو عليها تنشن كنا بنقول ان هنا في تي على الاثنين وهنا تي على الاثنين، وعلى حسب هنا السهم كده وده السهم كان جاي كده، فعشان كده ايه نجمعها. هنا السهم كان جاي العكس وهنا السهم كان جاي كده، عشان نطرح نسأل عليها من شوية. هي ناخد مرة دي ولا ناخد الكبيرة ولا من ايه، ناخد التوتال بتاعهم الكبير، هو ده اللي نعمل عليه تشيك، اللي هو ده بنجمع وهنا بنطرح، يبقى اكيد اوتوماتيك الكبير هو اللي ايه، هو اللي هيبقى المشكلة اللي عندنا. طيب يبقى انا دلوقتي بقول calculate the tension force ال T bolt عبارة عن MU اللي هي المومنت اللي عندنا على الدي بي اللي هي الدبس بتاع البيم. خدوا بالكم البي دي يمكن ايه عشان ما تتلخبطوش منها، مره اسمها بولت التي التنشن جاي على البولت، وهنا اسمها التنشن او هنا التنشن اللي جاي على البيم، لسه مش على البولت، لان انا لسه بتكلم على التنشن اللي جاي على الفلانج، فنسميها بيم برضه. فالبي دي رمز بيم، بيم او براكت. فالتي بي دي عباره عن ام التيميت على دي الدبس بتاع البراكت زائد التي التيميت على الاثنين، او الام التيميت على الدي بتاعت البراكت ناقص السي على 2. يبقى ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن التنشن بتاعنا. خلاص التنشن بتاعنا اللي موجود هنا بمنتهى البساطه اللي تشيك بتاعه سهل قوي. ايه اللي تشيك بتاعه؟ انا عندي اربع مسامير، ما عنديش غيرهم، فبالتالي التنشن على اربعه. الاربعه دول جم منين؟ عدد مسامير، عدد المسامير اللي موجوده فين؟ موجوده ناحيه التنشن فلانج. يبقى انا هقسم التي بيم على اربعه يديني الابلايد فورس اها اللي هي تي اكسترنال بي. البي دي بقى المره دي اسمها بولت، يعني دي كده التي اكسترنال بولت. يبقى ده كده الفورس الخارجيه اللي جايه على المسمار. الفورس الخارجيه اللي جايه على المسمار دي اقارنها بالسترينث بتاع المسمار. طلع سيف الحمد لله، طلع انسيف يبقى اكبر الدايمتر بتاع المسمار. يبقى ده اللي احنا بنعمله، ان انا في الاخر عايز اقارن واقول التي اكسترنال على البولت الواحد ده كده 1 بولت. يعني ما بتكلمش على اربعه، ده انا بتكلم على واحد بس. المفروض لا تزيد عن كام؟ لا تزيد عن السترينث بتاع البولت اللي هو ار تي بي.
الريزيستنس الار دي اللي هي ريزيستنس تنشن بولت. طيب وقلناها من شويه على حسب الكاتيجوري، لو كاتيجوري A اللي هي اوردينري بولت يبقى انا بقى بتكلم جنرال، يعني زي ما اتفقنا كده احنا غالبا مش هنستخدم كاتيجوري A في الاوردينري بولت في المومنت كونكشن بتاعتها، بس انا برضو كاتبها عشان تبقى ايه الموضوع جنرال، بتتكلم ازاي تعمل تشيك تنشن على المصنع، انما المفروض تستخدم بي او سي، ودايما هنديها لك في المسائل انا هقول لك هي انهي كاتيجوري بي ولا سي. فالمهم ان الريزيستنس بتاعه التنشن بتاعه المسمار اللي هي 0.66 الاف التيميت، انما هنا بتبقى 0.88 الاف 0.8 الاف التيميت، ونضربها في الاي اس اللي هي دايما بتبقى 0.78 الاريا بولت اللي هي باي دي سكوير على 4، والفاي تي اللي هي بتبقى 0.0. خلاص سهله، الموضوع بسيط جدا انا شايفه، يعني حتى مش محتاج محاضره، ده احنا كنا نزلناها كده لوحديها كنتوا تفهموها لوحديها. مين هيقول لي سهله؟ تمام يا دكتور. ندى، انا شايف حد اسمه ندى، قولي لي يا ندى الموضوع لحد دلوقتي بسيط؟ الموضوع بسيط يا ندى؟ هو احنا معظم الحاجات دي كلها خدناها الترم الاول في البولتد كونكشن. حلو قوي، كويس، يعني احنا الحمد لله يعني بنعيد الموضوع، فاحنا ما نديش حاجه جديده، فدي حاجه جميله يعني، عشان يعني هتمتحنوا في نفس الكلام تاني. طيب ايه، نكمل مع بعض. يبقى ده كده عباره عن ايه؟ عباره عن التشيك بتاع المومنت كونكشن في الاكستندد اكستندد تايب، لو سميناها كده اكستندد تايب. طيب نزود حاجه كده ايه ما خدناهاش الترم اللي فات، اللي هي البراينج فورس. قولي لي يا ندى، خدتوا البراينج فورس الترم الاولاني؟ لا. طيب الحمد لله، وهنزود حاجه اهو مع بعض. ايه البراينج فورس دي؟ البراينج فورس دي عباره عن تاثير البريتنشن اللي بيحصل. احنا اتفقنا من شويه كده ان انا بمسك المسمار وقرط عليه باللغه العامه كده، يعني بقرط على المسمار اللي هو بعمل له تورك تايتننج. تورك تايتننج ان انا بربطه ربط قوي، ربط جامد. كلمه التورك تايتننج دي بتعمل لي تشكلات في البليت نفسه. يعني انا لما يكون عندي بليت، تعال نرسم كده اي بليت، والناحيه الثانيه البليت اللي انت عايز تربط ليه، والمسمار موجود هنا في النص، هنا صاموله وهنا ايه راس المسمار، وانت عمال تربط، عمال تربط جامد جدا، فبيحصل ايه؟ عمال يضغط هنا وده بيضغط هنا، اللي هو الضغط جاي منين؟ جاي من الصاموله، يعني الصاموله عماله تضغط وراس المسمار عمال يضغط من الناحيه الثانيه. فالضغط ده البليت، لو انا بقى جبته بالاحمر ده البليت بتاعنا عامل تشكلات، يعني تحس كده انه عايز ايه يضغط من هنا كده ويضغط من هنا في الطرف ده والطرف ده. فاللي بيحصل، بيحصل حاجه جديده خالص اسمها براينج فورس. البراينج فورس دي ناتجه من البريتنشن اللي احنا بنعمله على المسمار، واحنا اتفقنا كده من شويه ان انا غالبا يعني غالبا بعمل المومنت كونكشن بريتنشن بنسبه كبيره يعني. فبالتالي ده المنظر اللي موجود في الكود المصري اللي هو ده اللي فوق، ده هو اللي موجود في الكود المصري، ان انت هنا في تنشن موجود، فانت عشان التنشن الموجود هنا فانت ربطت المسمار بقوه جامده جدا، فعشان تربط المسمار بقوه جامده جدا جيت في طرف البليت حصل حاجه اسمها برايم فورس، ورسم لك كده تشكلات، يعني تشكل البليت نفسه شكله ايه. طبعا بالكبير يعني هو ما بيحصلش المنظر ده، ده اللي بيحصل ان هم بيبقوا لازقين في بعض، بس بيحصل هنا ضغط كبير جدا على الطرف اليمين وضغط كبير جدا على الطرف الشمال، بنسميه ايه؟ بنسميه براينج فورس. خلاص. طبعا البليت ده اللي انا بوصله كل ما بقى تخين او سميك الثيكنس بتاعه كل ما بقى كبير، كل ما بقى قوي زياده بحيث انه ما يحصلوش تشكلات. يعني التشكل بتاع البليت ده بيحصل لما يكون البليت ضعيف، انما لو البليت كبير ما بيحصلش تشكلات، فبالتالي البراينج فورس دي بتلاقيها صغيره. يعني البراينج فورس دي مش فانكشن في المسمار او القوه بتاعه المسمار بس، لا دي فانكشن كمان في تخانه البليت. البليت ده لو كان كبير مش هيعرف يعمل كده، المنظر اللي احنا راسمينه ده اللي هو التشكل ده مش هيحصل، فبالتالي البراينج فورس اللي موجوده في الطرف ده والبراينج فورس اللي موجوده في الطرف دي هي كمان هتبقى قيمتها صغيره جدا. طب الكلام ده مش تخانه البليت بس، لا في حاجه تانية اللي هي المسافات، المسافه بين المسمار والفورس، او المسافه بين المسمار والبراينج فورس. يعني انا عندي هنا
في كذا فاكتور بيأثر معانا لقيمة البراين فورس. انا عندي الفورس هنا او الويب، المسافة من الويب لحد المسمار غالبا يعني بنسميها بي، ومن هنا لحد الطرف بنسميها ايه، وانا عندي هنا التخانة بتاعة البليت ده كده تخانة الهيد بليت يعني نسميها بقى بي كابيتال، بي هي بي بليت يعني. فدي عبارة عن الارقام غالبا اللي هتأثر على قيمة البراين فورس، بالاضافة الى ايه، بالاضافة العرض الكلي من الاول لحد الاخر. فكل المسافات دي هي احنا هنبقى نستخدمها عشان نعمل تشيك على البراين فورس. يبقى المنظر بتاعنا ادي الكونكشن بتاعتنا اهي، لما نرجع بقى ايه للكونكشن بتاعتنا، ده الكونكشن بتاعتنا اهي. فالكونكشن بتاعتنا ان كان عندي هنا مومنت عمل تنشن فوق اللي هي التي بيم، وعندي اربع مسامير حطيتهم فوق، ولما اكبر الحته دي ادي الفورس اهي اللي هي التي موجوده في البيم، تعمل لي تنشن في المسمار ده وتنشن في المسمار التاني عشان في براين فورس. وصلنا للمرحله الثالثه. ايه المرحله الثالثه؟ ان انا حصل في الطرف هنا بي اللي هي البراين فورس، وحصل هنا بي تانية، فاجمعهم على مين؟ هو كل فعل رد فعل، فرد الفعل هيجي في المسمار نفسه. يبقى هتلاقي ان الفورس اللي جاي على المسمار مش عباره عن تي اكسترنال بس اللي احنا كنا حاسبينها من شويه، لا ده انا لسه حجم عليها براينج فورس. يبقى لازم ناخد بالنا لما نيجي نعمل تشيك، محدش يفتكر ان الفورس اللي عندي جايه من المومنت فقط، لا هي جايه من المومنت، وطبعا لو في تنشن على الكاميرا اللي احنا حاولناهم في الاخر لحاجه اسمها تي اكسترنال بولت، بالاضافه الى البراينج فورس. فناخد بالنا ان انا نعمل تشيك اجمعهم على بعض، ادي هم مجموعين على بعض، ان البي بلس تي اكسترنال بولت، الكلام ده لا يزيد عن مين؟ لا يزيد عن الار تي بولت. خلاص. طيب البي دي الايكويشن بتاعتها موجوده في الكود، عباره عن ايه؟ هي الايكويشن دي اللي هي اللي انا قلت الفاكتورز اللي احنا قلناها من شويه، ان انا اول فاكتور عندي اسمه الدبليو، الدبليو دي عباره عن ايه؟ عرض البليت 2 دبليو، يعني تقدر تقول الدبليو من هنا لحد هنا هي دي اسمها الدبليو، ماشي؟ فده كده ايه؟ ده كده الدبليو. طب التي بليت زي ما اتفقنا برضو من شويه، التخانه دي هي بتاعه البليت، كل ما دي بقت كبيره كل ما الفورس بقت البراينج فورس هتبقى صغيره، لان زي ما اتفقنا كده ايه؟ مش هنعرف نشكل البليت، البليت هيبقى قوي قوي، فبالتالي مش هيحصل براينج فورس كبير. فالتي بليت دي موجوده هنا اهي، تحت في ايه؟ ده الترم الثاني. الترم الثالث او الفاكتور الثالث والرابع اللي هو الاي والبي، الاي والبي ادي المنظر بتاعهم، ده المسمار بتاعنا، فالمسمار بتاعنا ده كده الاي اللي هي المسافه من المسمار للطرف، والبي المسافه من المسمار لحد وش الفلانج، يعني دي كده هي اسمها البي. المسافه بين المسمارين اسمها 2 بي زائد تي بيم، تي بيم اللي هي مين؟ تي بيم اللي هي دي، وبالتالي هنا بي وهنا بي تانية، وده التي بيم مجموعهم كله اللي هو المسافة المكتوبة دي. يبقى دايما زي ما انا كنت بشاور من فوق كده، ان الاي سمول المسافة من المسمار للطرف، والبي سمول المسافة من المسمار لوش القطاع بتاعي سواء فلانجة او ويب. خلاص، ده كده الايه المسافات دي. اخر حاجة موجودة هي المين، هي الاي اس، والاي اس دي عرفناها من شوية اللي هي المسمار نفسه اللي هي الاريا بتاعت المسمار، والاي اس اللي هي الاستريسد اريا اللي هي مش الباي دي سكوير على 4، اللي هي تقدر ناخدها 0.78 الباي دي سكوير على 4. انت كل اللي هتعمله هتعوض بكل دول وتضربهم في التي اكسترنال بولت يطلع لك البراين فورس. يبقى البراين فورس هي المعادله دي، كل المعادلات دي طبعا بتبقى جيفن، يعني ما حدش بيحفظ حاجه، بيبقى فيه ورقتين بنكتب فيهم كل المعادلات او كل القوانين اللي موجوده في الكود اللي انت هتحتاجها في الامتحان، لو احنا بنتكلم عن الامتحان يعني، وتعوض فيها، تعرف بس ان انت تعوض فيها. خلاص، يبقى لازم ناخد بالنا ان انا لما يكون عندي مسمار هنا اهو، ادي صف المسامير اللي هي الاكستندد ده كده، ده كده سايد فيو، فلما يكون عندي فلانجه من فوق ده كده السايد فيو بتاعي،
لما يكون عندي فلانجة من فوق بشدها، وعندي اتفقنا هنحط اربع مسامير، مسمارين فوق ومسمارين تحت الاربع مسامير حوالين الفلانج، فبالتالي المسمار اللي فوق ده لما نعمل عليه تشيك هناخد التي على اربعة زي ما اتفقنا كده من السلايد اللي فاتت، التي بيم على اربعة، واجمع عليها البراينج فورس واعمل بيها تشيك على الايه؟ ان هي ما تزيدش عن الريزيستنس بتاعه التنشن بتاعه البوت. سهله؟ مين هيقول لي سهله؟ مين هيرد يقول لي سهله؟ شكرا. بكرر تاني، احنا بنعمل تشيك ازاي؟ يعني زي ما اتفقنا كده، انا دلوقتي كل كلامي على التنشن. طب نفرض عندي شير، واكيد هيبقى عندي شير، يعني نرجع للسلايد اللي فات تاني اللي هي دي. لازم ناخد بالنا ان انا هنا عندي كيو، يعني الحاجات اللي بالاحمر انا عندي مومنت وعندي تنشن، فالمومنت والتنشن خلاص سهلين، قلت التنشن هقسمه على الاثنين، فلانجه فوق وفلانجه تحت، والمومنت هقسمه على الدبس، تنشن فوق وكمبريشن تحت، هو ده اللي اتكلمنا عليه. وهمسك المسمار هقسم كل الكلام ده على اربعه، واروح جمع عليها البراينج فورس، يبقى جبت مين؟ جبت التنشن اللي جاي على المسمار، اقارنه بالار تي، خلصنا خلاص. طب الشير، ما حدش جاب سيره الشير، الشير هو كمان بعمل له تشيك. طب ايه اللي تشيك اللي بعمله الشير؟ سهل قوي، ان انا بمسك الكيو اقسمها عدد المسامير كلها، يعني ما حدش يقول لي الكيو هقسمها على اربعه، لا المفروض اقسمها على سته عشان عندي مسمارين تحت، ما تنسوش المسمارين اللي تحت دول. يبقى الكيو هقسمها على سته واحسب الشير على المسمار، وفي الاخر اعمل تشيك اللي هو الانتر اكشن ايكويشن اللي احنا ايه كنا شفناها من شويه كده في الكود. يبقى نرجع تاني للتشيكات بتاعتنا، ان انا في الاخر بيبقى عندي، لو عندي تشيك شير لوحده، شير لوحده خالص، دي اللي احنا قلناها من شويه، انا بكرر تاني يعني ايه الالاوبل بتاعنا، ولو عندي بيرنج ولو عندي تنشن، شايفين التنشن بعمل تشيك ازاي؟ ان انا باخد التي اكسترنال على البولت اللي هي زي ما اتفقنا كده، لو انا كتبتها تاني عشان نبقى ايه ناكد المعلومه كذا مره محدش يقول لي الكونكشن دي صعبه، ان التي اكسترنال على البولت دي بتبقى تي على 4، والتي على 4 دي التي اللي جايه منين؟ التي جايه اللي هي الام على الدي زائد التي على الاثنين، خلاص. فده كده التنشن على البولت. والبراينج فورس، البراينج فورس اللي هي الايكويشن الكبيره قوي 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 اللي هي فيها فانكشن كتيره مضروبه في التي اكسترنال، جمعتهم على بعض تقارنهم بمين؟ الار ان تي اللي هي الريزيستنس بتاعه المسمار، والريزيستنس بتاعه المسمار على حسب الكاتيجوري بتاعتك 0.66 ولا 0.8 الاف ار، مضروبه في الاريا مضروبه في الفاي تي، خلاص. ده بالنسبه للتنشن. وبالنسبه للشير احنا عارفين خلاص الايكويشن بتاعته. طب والكومبايند بقى اللي هي كومبايند تنشن مع شير، اهي هو ده كده الكومبايند تنشن مع شير، خلاص. كل الكلام ده للكاتيجوري اي وسي، ناخد بالنا ان الشير مختلف شويه في كاتيجوري بي، يعني زي ما اتفقنا كده كاتيجوري بي اللي هي سليب كريتيكال، فمختلفه شويه عن اي وسي. فايه الاختلاف بتاعها؟ ان احنا لو بصينا كده، سوري، لو بصينا هلاقي في حاجه اسمها بي اس. بي اس دي اللي احنا سميناها من شويه عباره عن ايه؟ سميناها عباره عن سليب ريزيستنس، دي مقاومه المسمار انه يحصل له انزلاق او كونكشن، يعني مش المسمار اللي هيحصل له انزلاق، الكونكشن هي اللي هيحصل لها انزلاق. فمقاومه الكونكشن، الكونكشن هي هيحصل لها سليبج، بنحسب البي اس دايما بتبقى موجوده عشان هي موجوده في الجداول، في موجوده في الكود، فاحنا بنطلعها على طول قيمه من الكود وبنديها لكم في الامتحان، او بنديكم الجدول نفسه في الامتحان وانت تطلع قيمه البي اس على حسب بقى، لو انت ايه انت اللي هتختار الدايمتر بتاع المسمار، خلاص. طيب ده كده الموضوع سهل جدا بتاع الاكستندد، يعني زي ما انتم شايفين كده الاكستندد كونكشن بسيطه قوي، لان انا في الاخر باخد المومنت واقسمه على الدبس، حولته الفلنجات، خلاص بقى عندي اربع مسامير شايلين تنشن بس، يعني ما بقاش عندي حاجه اسمها مومنت. السهوله بتاعه الكونكشن دي ان انا حولت المومنت لفورس، فما بقاش عندي مومنت خلاص، بقى عندي فورس بس، فبقت زي الترم الاولاني كده، زي التراس كونكشن مثلا، التراس كونكشن كان بيبقى مسمار عليه شير بس، دلوقتي اللي حصل ان احنا المسمار بقى عليه تنشن وشير، هو ده اللي احنا ايه اللي احنا عملناه. فالاكستندد كونكشن كده سهل. طيب الاكزامبل اللي موجود ده تكمله نفس الاكزامبل اللي كان موجود في الويلدد كونكشن، احنا اتفقنا كده
لو انا نبتدي نشوف الكونكشن دي شكلها ايه، ان انا عندي هنا البراكت ملحوم فوق وتحت، الفلنجات ملحومه وكمان الويب. فبالتالي انا عندي هنا اول حاجه ما اعمل ديزاين الويلد. طب ديزاين الويلد خدناه المره اللي فاتت وكان في الاكزامبل اللي فات. ناخد بالنا كويس جدا ان انا هنا نسميها ايه، بروسيدر 1. لو نفتكر بقى كنا بنسال ايه، امتى بروسيدر 1 امتى بروسيدر 2، خلاص عرفنا. يبقى لما يكون عندك اكستندد كونكشن يبقى تعوض ببروسيدر 1. بروسيدر 1 اللي انت بتاخد المومنت وتحولها لفورس فوق وفورس تحت وخلاص، الفورس دي اللي بتتعامل معاها خلاص. فده لو ايه هتعمل تشيك على الويلد. طب نخش ونعمل تشيك على المسامير، ده الاكزامبل بقى اللي هيتشرح لكم في السكشن ان شاء الله باذن الله الاسبوع ده. يعني سهل جدا زي ما انتم شايفين وخلاص، وخلصنا في الاخر الانتر اكشن ايكويشن بتاعتنا. طيب ده كده الايه الاكستندد كونكشن. حد عنده اي سؤال في الاكستندد كونكشن قبل ما اخش في الفلاشت؟ حد يرفع ايده ويسالني اي سؤال؟ لو ما عندكمش خلاص مش لازم. حد هيسال؟ حد يرد عليا؟ لا تمام واضح يا دكتور. تمام واضح يا دكتور. طيب شكرا جزيلا. خلاص يبقى الاكستندد كونكشن سهله. نخش في حاجه برضو سهله مش صعبه خالص، بس ايه طريقه ثانيه، طريقه حساب ثانيه للفورس اللي موجوده على المسمار. كل اللي انا بعمله زي ما اتفقنا، الاختلاف بين كل الحاجات دي ان انا بحسب الفورس على المسمار. يعني انا حولت الاسترينج اكشن عندي لمجموعه من الفورسز على كل مسمار وباخد المسمار الكريتيكال اعمل عليه تشيك. هو ده اللي انا بعمله مش اكتر من كده. يعني نقدر نقول ان كل الكلام بتاعنا من الاستراكشر مش ستيل. الاستراكشر ان انت ازاي تاخد الفورس بتاعتك وتحولها يعني لو عندك مومنت او عندك شير ازاي تقسمها على البارت المعينه عندك. لو عندك لحام بشكل معين ازاي تقسمه على كل نقطه من اللحام. نفس الكلام للمسمار، عندك 10 مسامير ازاي تقسم الفورس بتاعتك سواء مومنت او شير على ال 10 مسامير دول، بحيث ان انت في الاخر تقول كل مسمار شايل ايه، وفي الاخر تعمل تشيك على الكريتيكال بولت. هو في الاخر اللي انا عايزه الكريتيكال بولت، هو ده اللي انا بعمل عليه تشيك. طيب الفلاش اند مومنت كونكشن بقى نفس السترينج اكشن موجوده. يعني تعالوا نبتدي كده بالسترينج اكشن البسيطه اللي هي عندي مومنت وعندي شير، دول اللي موجودين عندي. فالمومنت عندي سهله قوي ما فيهوش مشكله. كنا بنقسم ام على ديبس، دلوقتي مش هنعمل كده. امال هنعمل ايه؟ زي ما انتم شايفين انا هرص المسامير دول، المسامير بتاعتي هرصهم على كامل الارتفاع. وكنت قلت من شويه طب اجيب عددهم ازاي؟ انت اللي بتعمل الاسامبشنز دي كلها. المسافه من هنا لحد هنا احنا عارفينها، يعني احنا عارفين المسافه من فوق خالص لتحت خالص اللي هي الاي بيم بتاعتنا، الاي بيم اي بيم 300 مثلا، يبقى ارتفاعها 30 سنتي. اطرح منها الفلانج اللي فوق واطرح منها الفلانج اللي تحت، اتبقى لك كام؟ اتبقى لك مثلا 26 سنتي. ال 26 سنتي دول املاهم مسامير. طب المسافه المينيمم بين المسامير كام؟ المسافه المينيمم دي لا تقل عن 3 فاي. يعني انت بتدي كده اقسمهم على 3 فاي وتعرف تجيب عدد المسامير. في الاخر يطلع 4 صفوف 5 صفوف على حد. بس ما ينفعش تقل عن 3 فاي. دي اهم حاجه. خلاص يبقى احنا رصينا المسامير بتاعتنا. عايز اشوف بقى الفورس على كل مسمار. اهو ادي الاسترينج اكشن على كل مسمار، سهله قوي. اللي بيحصل ايه؟ طول عمرنا بنقول ان اي كونكشن بيبقى فيها السي جي بتاعها بتوزع الفورس فوق وتحت، تنشن وكمبريشن. هنا احنا بنفترض ان السي جي بتاعنا متركز في الجزء الكمبريشن اللي تحت ده، اللي هي عند الفلانجه التحتانيه. يعني بنفترض ان السي جي بتاعك هنا. طب ده جاي منين؟ طبعا انتوا انا حاسس كده ان انتوا شاطرين الحمد لله في الخرسانه وعارفين الخرسانه كويس قوي. لو نفتكر كده الخرسانه كنت بترسمه كده ان هنا السياخ التسليح، والناحيه الثانيه بيبقى فيه الكومبريشن اللي جاي على مين؟ اللي جاي على الكونكريت. فبتفترض ان هنا في ارتفاع معين ده كومبريشن على الكونكريت، والناحيه الثانيه السيخ الحديد اللي موجود ده التنشن اللي على الايه؟ على سيخ الحديد. فنفس الفكره ان انا عندي ناحيه كومبريشن وناحيه تنشن. فالناحيه الكومبريشن بفترضها هنا اقوى حته عندي، اقوى جزء عندي هو فين؟ اقوى جزء عندي هو الفلنجه التحت. فبالتالي
بنفترض ان السي جي بتاعي هنا، او بمعنى اصح الكومبريشن هنا، هو ده اللي انا بعمله. يعني بفترض ان الكومبريشن متركز في نقطه او اللي هي الفلانجه كامله، يعني هو ده معانا اهو، وكل المسامير اللي فوق عليها تنشن، عليها تنشن نسبه وتناسب، يعني ما حدش يفتكر ان كلهم ايكوال لبعض، لا عليها نسبه، ان اول مسمار الفورس فيه صغيره، بعد كده اكبر، بعد كده اكبر، لحد اخر واحد. دي كده ايه؟ عباره عن التنشن اللي جاي في المسامير، ودي حاجه طبيعيه، كل ما المسمار بعد الارم بتاعه بعد، فبالتالي الفورس اللي فيه هتبقى اكبر. هي دي التوزيع اللي بنجيبها على المين؟ على المسمار. طيب ازاي بقى احسب التي 1 لوحديها والتي 2 والتي 3 والتي 4 والتي 5؟ يعني السيجما مومنت، مش انا هقف عند نقطه معينه واجيب سيجما مومنت ايكوال لزيرو؟ اي كونكشن في الدنيا لازم ان الـ تبقى ايكوال فيها استابيليتي، فالسيجما مومنت عند اي نقطه ايكوال زيرو، ده المفروض. يبقى انا لو خدت المومنت عند النقطه دي، النقطه دي اللي هي اللي عندي السي بي اللي هي الفلانجه التحتانيه، وضربت كل فورس في المسافه بتاعتها، المسافه دي اللي احنا افترضناها من الاول، مش احنا رصينا المسامير، خلاص انا بقى عندي المسافات كلها، تطلع بقى 3.1 فاي، 3.2 على حسب التوزيع اللي انا وزعتها، 5 6 7 سنتي على حسب. فالمسافات دي كلها عندي، ابتدي اضرب التي 5 في المسافه بتاعتها اللي هي واي 5 زائد تي 4 في واي 4 زائد تي 3 في واي 3 زائد تي 2 في واي 2 زائد تي 1 في واي 1. الكلام ده لو جمعته كله على بعضه يديني المومنت اللي انا بدور عليه. يبقى ادي المعادله بتاعتي اهي، ان انا المفروض عندي المومنت بتاعي يساوي تي 1 في واي 1. طب في 2 ليه؟ عشان عندي مسمارين في نفس الصف، عندي مسمارين مش مسمار واحد، جهه يمين وجهه شمال، فالصفين دول اللي هما الاثنين مضروبين في تي 1 واي 1 مجموعين لحد ما نخلص المسامير ايكوال ام واي. وكده ولا كده انا عندي نسبه وتناسب، يعني ايه؟ كل ما الفورس بقت بعيده اللي هي الواي كبيره، كل ما الفورس بقت كبيره هي كمان، فتي واي تي 1 على واي 1 ايكوال لتي 2 على واي 2 ايكوال لتي 3 على واي 3، ما هي نسبه وتناسب. يعني في الاخر هتلاقي ان تي 1 لوحديها تشبه كده ام على اي في واي، تشبه لها بالظبط، زي ما انت بتقول ان انا عندي فورس ام على اي، او ستريسز لما يكون عندك ستريسز ام على اي في واي، كانها بالظبط ام على سيجما الواي في واي، هي بالظبط دي تشبه، لو انا كتبتها كستريسز، معلش اكتبها لكم، لما يكون عندك حاجه بالمنظر ده وده السي جي بتاعك، فعايز هنا ستريس، فبتقول ام على اي في واي. طب الاي دي لو انت حسبت الانيرشيا بتاعت المسامير، مش هي عباره عن الاريا في واي سكوير؟ كل مسمار الاريا بتاعته واحده، الاريا في الواي سكوير، فلو شلت الاريا دي على جنب تطلع في الاخر ام على واي سكوير في واي. هو ده اللي احنا بنتكلم عليه اهو، هو ده. يعني انت عشان تجيب الفورس في اي مسمار، احنا بنتكلم بقى على فورس مش ستريسز، لما انا شلت الاريا يبقى انا كده بتكلم على فورس، لو كنت سايب الاريا بتكلم على ستريسز، انا هنا شلت الاريا، فبالتالي تي 1 ايكوال كام؟ التي 1 اللي هي ابعد واحده ايكوال كام؟ ايكوال الام على سيجما الواي سكوير، وزي ما اتفقنا مضروبه في 2 عشان هما 2 جنب بعض، وفي الاخر مضروبين في الواي 1، الواي 1 المسافه من الفلانجه اللي تحت لحد ابعد مسمار. جبت مين؟ جبت التي 1. خلاص الموضوع بقى بسيط جدا، انا ممكن اجيب التي بتاعت اي مسمار، تي 1 تي 2 تي 3، اي مسمار انا ممكن اجيبه. التي 2 اهي، التي 2 عباره عن ايه اللي جنبيها؟ نفس الفكره برضو، ام على 2 سيجما واي سكوير مضروبه في واي 2. خلاص سهله. يبقى دي الطريقه اللي بجيب فيها الفورس المسمار، يبقى هي الطريقه اطول شويه بس برضو سهله. المره اللي فاتت اللي هي بروسيدر نمبر 1 كنا بنقسم على 4 وخلاص وخلصنا، هنا مش بقسم على 4 او مش بقسم على العدد، لا ده انا بقسم على مجموع المسافات لحد السي جي بتاعي اللي هو انا افترضته عند الفلانجه التحتانيه. خلاص؟ طيب جبت التنشن على المسمار الاولاني، واضح كده ان التنشن على المسمار الاولاني ده هو اكبر تنشن، زي ما مكتوب هنا ام ثابته وسيجما واي سكوير ثابته، يتبقى واي 1. واي 1 دي اكبر واحده، يعني ابعد مسمار هو اللي عليه اكبر فورس. دايما بنعمل تشيك على اول صفين،
يعني انا لما بحب اعمل تشيك هنا بعمل على اول صفين، هقول لكم كمان شويه ليه. فالمسمار الاولاني يبقى ام على سيجما واي سكوير في واي 1، وبعد كده المسمار الثاني نحسبها بس واي 2 مكان واي 1. طيب كده جبنا التنشن نتيجه المومنت. تعالوا نكمل. مش احنا قلنا ان في شير، وزي ما قلنا من شويه كده الشير ده موضوع بسيط جدا، ان انا بقسم الشير على عدد المسامير كامله، كل المسامير بقسم الفورس اللي هي الشير على عدد المسامير اهو مكتوبه في الجنب اهو، ان كيو 1 اللي هو كيو على المسمار الاولاني. انا دايما زي ما اتفقنا كده انا بحسب في الاخر الفورس على مسمار بعينه، فالفورس على المسمار نتيجه الشير بقسم كيو على 2. طيب لو عندي يعني انا ما كنتش راسمها هنا، لان زي ما اتفقنا هي مش موجوده في الكرين جيردر، كرين تراك جيردر كونكشن بتاعته الفورس الهوريزونتال ما بتتنقلش عن طريق الكونكشن، بتتنقل عن طريق تاني الفلانج اللي فوق على طول. طب نفرض ان انا كان عندي فورس افقيه اللي هي تي التيميت دي، فالتي التيميت دي موجوده فين؟ موجوده في السي جي بتاع الكاميرا. طب وانا السي جي بتاع الكونكشن فين؟ السي جي بتاع الكونكشن تحت. يبقى انا بمنتهى البساطه انا اقدر اعمل حركه ظريفه قوي، ان التنشن ده اقلبه هو كمان مومنت. يعني انا لو واقف تحت فالتنشن ده عباره عن ايه؟ بمنتهى البساطه كده التنشن بلس سوري مضروب في الدي على 2 اللي هي دبس الكاميرا على 2 يديني مومنت اضافي على المومنت اللي فات ده. يعني انا عندي المومنت اللي موجود على الكونكشن كان جاي منين؟ كان جاي من الاكسترنال فورس اللي موجوده بره. طب لو انا عندي فورس افقيه، الفورس الافقيه موجوده فين؟ موجوده في النص. طب السي جي بتاع الفلانج موجوده فين؟ موجوده تحت. الاثنين بعاد عن بعض، طالما ان الاثنين بعاد عن بعض يبقى التنشن اللي موجود هنا لو انا رسمته كده، ده التنشن اللي موجود هنا انا اقلبه لنفس الحركه، ان انا اضربه في المسافه من هنا للسي جي اللي هي الدبس بتاع البيم على 2، وده كده التنشن اللي موجود، اضربه في المسافه دي يتحول للمومنت. طب بعد ما يتحول للمومنت هعمله بقى بنفس الطريقه دي بالظبط. فعشان كده كاتب لك هنا ان في ام التيميت ثانيه موجوده من ده، لو موجوده زي ما اتفقنا كده ايه، لو في فرصه افقيه اصلا. لو انت ما عندكش اصلا فرصه افقيه والترم ده اصلا مش هيبقى موجود، يعني في الشيت مثلا احنا ما عندناش الترم ده، انما في المسائل بتاعه الامتحانات ممكن تبقى موجود، ان بتبقى الاقي جيفن عندك ان في فرصه افقيه سواء تنشن او كومبريشن بالمناسبه، يعني ممكن تبقى داخل لجوه او خارجه لبره، هنشوفها كمان شويه. فالمهم ان ام التيميت تساوي ام التيميت الجديده بقى اللي هي بتاعه التنشن دي تساوي التي التيميت مضروبه في دي على 2. ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن مومنت اضافي يتجمع على مين؟ يتجمع على المومنت الاولاني خالص اللي هو جايبين عندنا. طيب تعال نبص اهو في الاخر، عايز الفورس على المسمار زي ما شفناها من شويه، ادي الفورس على المسمار عباره عن ام التيميت بلس اور ماينس زي ما اتفقنا كده، هي الفورس بتاعتنا داخله ولا خارجه. يعني لو عندي تنشن فالتنشن ده هيتجمع على ده. طب لو عندي كومبريشن، لا اتجاهه مخالف، اتجاهه العكس، فبالتالي هيطرح. عشان كده هتلاقي هنا التي عباره عن ايه؟ ام يا اما بلس يا اما ماينس. لو تنشن هتبقى بلس تي في دي على 2 اللي احنا قلناها من شويه، وكل ده تقسمه على سيجما واي سكوير في واي. خلاص حسبت الكلام ده، حسبت التي 1، تعمل التشيكات بتاعتك بقى. ايه التشيكات بتاعتنا؟ زي ما قلنا من شويه كررناها تاني اهو، ان انا عندي 0.66 او 0.8 في اف التيميت في الاريا بتاعه المسمار مضروبه في الفاي تي على حسب كاتيجوري A ولا كاتيجوري B ولا C. وما ننساش ان انا عندي حاجه جديده خدناها النهارده اسمها البراينج فورس. طيب البراينج فورس دي موجوده في الكونكشن دي فين؟ لا ناخد بالنا مختلفه شويه. البراينج فورس عشان المسمار الاولاني ده محاط بويب ومحاط بفلانجه فمش هيحصل له براينج فورس. امال مين اللي هيحصل له براينج فورس؟ المسمار الثاني. عرفنا بقى ليه بنعمل تشيك على المسمار الثاني؟ عشان السكند رو بتاع المسامير بنجمع عليها البراينج فورس، انما اول واحد نو براينج فورس. خلاص يبقى عرفنا ليه بنحسب دايما الفورس على المسمارين مره تي 1 ومره تي 2، رغم ان تي 1 هي دايما الاكبر. يعني واحد يسالني يقول لي هي تي 1 دي بعيده خالص وهي اكبر واي، امال بعمل تشيك على تي 2 ليه؟ بعمل تشيك على تي 2 او بحسبها عشان لسه هجمع عليها البراين فورس.
فده الفرق. طيب وانا بحسب البرايم فورس، المسافات بتاعتنا، المسافات بتاعتنا سهله قوي، احنا اتفقنا كده ان انا عندي كذا مسافه انا عايز اخدهم معايا. هنا المسافه من المسمار لحد الطرف سميناها ايه؟ سميناها ايه؟ سمول. المسافه من المسمار لوش الحاجه اللي انت ماسكها اللي هي الويب هتبقى بي سمول. المسافه من هنا لحد الاخر خالص اللي هي عرض البليت كله هيبقى اسمه 2 الدبليو. تخنت البليت نفسه بتبقى التي بليت. يعني دايما دايما نبتديها ب 20 مللي، دايما في المسائل بتاعتنا بنبتدي دي ب 20 مللي 2 سنتي. ممكن تحتاج تكبر او تصغر، دي لسه بقى ليها ديزاين ان شاء الله نقول المحاضره الجايه، مش هنقول المحاضره. فلو انت عايز تحسب البرايم فورس افترض دايما التي بليت ب 20 مللي، والتوزيعه بتاعت المسامير دي سهله انت اصلا الفرضها، وبتبقى فانكشن في العمود. يعني انت عندك، تعالوا كده نبص في البلان، لو انا بصيت كده بلان هتلاقي ان انا عندي العمود بيبقى جاي مثلا ده كبير كده، ده كده العمود، والكاميرا ممكن تبقى اصغر، ده كده الكاميرا بتاعتي. الهيد بليت بتاعك انت ممكن تخليه على قد العمود، يعني ده كده الهيد بليت او الاند بليت. فبالتالي الاثنين دبليو دي اللي احنا هنتكلم عليها دايما هتلاقي ايه؟ اكبر من الكاميرا، يعني ده كده منظر الكاميرا، فهتبقى اكبر من الكاميرا قد مين؟ قد العمود. والمسامير هتبقى موجوده مثلا مسمار هنا ومسمار هنا، دول الصفين بتوعنا. فالعرض اللي هو 2 دبليو دي هي المسافه اللي هي عرض العمود نفسه. طيب المسمار نفسه لما تحب تحطه دايما حطه قريب من الفلانج وقريب من الويب. طب مسافه قد ايه؟ دايما بتفترض كده ان البي دي فرنج، يعني رينج كام؟ 2 فاي. احنا عندنا اقل مسافه هي 1.5 فاي، فاحنا ممكن ناخدها 2 فاي. يبقى البي دي بتفترض ان هي 2 فاي. طب الاسم هو خلاص بقى، الاسم هو خلاص عرفناه. الباقي بقى يعني 2 دبليو عرفناها هي عباره عن ايه؟ عباره عن عرض العمود. والمسافه بين المسامير الافقيه اللي هي دي سمول عرفناها اللي هي ايه؟ 2 فاي، انت اللي بتقولها. يتبقى الاي سمول دي نعرف نجيبها، والتي بليت هنفترضها ب 20 مللي كده من الاول. بس هي دي الحاجات اللي انت بتحسب بيها البرايم فورس. هتحسب البرايم فورس وتعمل تشيك اهو تحت اهو، ادي التشيك بتاعنا اللي هو التشيك على الصف الثاني، تي 2 بلس برايم فورس اقل من مين؟ اقل من الريزيستنس بتاعت المسمار نتيجه التنشن. سهله ولا صعبه؟ ادي كده الكول اللي انا كنت بقوله شويه عن البرايم فورس. شكرا جزيلا. باخد الشريحه اللي هنا اهي وبحسب عليها البرايم فورس، وادي الفورس بتاعتنا، وادي البي بتاعت البرايم فورس، وده المنظر بتاعها، ودي المسافات، وفي الاخر الايكويشن بتاعتي عباره عن البي. هنا في حاجه بس انا هنا معلش عشان الاتجاهات مختلفه، دي مصر ايه؟ سوري. كان عندي هنا اتجاهات مختلفة، فمعلش لما يكون عندي المسمار جاي كده، الكونكشن جاي كده، والمسمار فوق والمسمار تحت، المسافة دي كان اسمها ايه؟ المسافة دي كان اسمها البي، والمسافة دي كان اسمها الاي. الاتنين دبليو فين؟ ناخد بالنا دي مهمة قوي دي. الاتنين دبليو هم دول، يعني دايما ال W اللي احنا بنعوض بيها في البرايم فورس بتبقى عمودية على ال A وال B. ماشي؟ اه هنا بالنسبة لنا الموضوع مختلف، ال A أفقية وال B أفقية. فال W اللي انا كنت بقولك عليها هنا 2 W، كنت بقول هنا ان في 2 W، ال 2 W دي بتتحسب مع دي بس اللي هي مع ال Extended مش مع الفلاجد. انما مع الفلاجد ال 2 دبليو بتبقى المسافه بتاعت الشريحه اللي احنا بناخدها عموديه على الاي والبي. يعني ارسمها لك تاني بقى بالاحمر هنا من الجنب، معلش عشان دي انا ايه قلتها لكم في السلايد اللي فاتت بس كانت على الاكستندد. انما على الفلاج لما يكون عندك، انا عايز اللون اللي بالاحمر اهو، لما يبقى على الفلاج ده كده منظر القطاع بتاعنا. الاتجاهات هنا مهمه قوي، وانا بعمل تشيك على تاني مسمار، دي هي الفلاجد. فلازم ناخد بالنا المسافات، كنا قلنا ايه؟ البي هي الافقيه دي، والاي هي الافقيه الثانيه، الدبليو الراسيه بقى. فالدبليو الراسيه اللي هي الشريحه دي، الشريحه اللي انت اصلا بتعمل عليها تشيك.
فالW دي لما تعوض عليها هي نفسها البيتش بتاعت المسامير اللي هي الفرنج يعني 3 فوق. معلش دي مختلف عن اللي فات يعني، تعال نرجع دي. شايفين كل اللي انا كنت بقوله هنا الاثنين W بتاعت العمود، الاثنين W بتاعت العمود دي في حالة ايه؟ في حالة الاكستندد فقط مش في حالة الفلاجد. انما في حالة الفلاجد لا، انا بعمل تشيك على تاني مسمار، الشريحة بتاعتنا هي دي اهي، دي الشريحة اللي انا اللي عرضها W المفروض، هي دي اللي انا بعمل عليها تشيك. فالقطاع اللي انا خدته ده لما احسب W بحسبها عمودية على الـ A والـ B، يعني عرض الشريحة الـ A والـ B ده طول الشريحة والـ W عرض الشريحة. خلاص؟ فناخد بالنا من دي، لما نعوض هنا في الـ W مش بنعوض بعرض العمود او 2 W بتبقى عرض العمود، لا بنعوض بالمسافة بين المسامير، دي في حالة الفلاش ده كنت. خلاص؟ واضح؟ تكمله الاكزامبل اللي فات بالظبط يعني، انا هتلاقي وكل الاكزامبلز اللي هتتشرح برده في الـ في السكاشن، وبرده الاكزامبل دي كلها نازله في التوتوريال على ال ام اس، يعني انت لما تخش على ال ام اس المفروض تلاقي فيه كل حاجه، يعني هتلاقي في ال ام اس الكونكشن في التوتوريال، يعني في فولدر اسمه محاضرات ليكتشرز، وفي فولدر تاني اسمه اونلاين اللي هو الفيديوز نفسها، اي محاضره بتتسجل بننزلها برده على ال ام اس، هتلاقي في فولدر ثالث اسمه التوتوريال. فالفولدر بتاع التوتوريال هتلاقي نازل فيه الفيديوهات بتاعه المعيدين اللي هي بتتشرح في السكشن اللي هي الاونلاين بتاعه السكشن، بتنزل على ال ام اس، وبنحط معاها كمان الاكزامبلز اللي هي المحلوله. ففي اكزامبلز دلوقتي نازلين اوردر خلاص نزلت من فتره، والثانيه بتاعه الكونكشنز اللي احنا حطيناها في المحاضرة دي موجودة، هتلاقيها في فولدر لوحده او في فايل لوحده يعني. ونفس الكلام ده بيتشرح في السكشن، ولما يتشرح ان شاء الله يوم الثلاث اونلاين هيتسجل برضه على ال ام اس، بحيث ان يبقى عندك كل الريفرنس ان انت ترجع له في اي وقت، يبقى الموضوع واضح بالنسبة لك. خلاص؟ طيب الاكزامبل ده برضه انا يعني هعدي عليه سريعا كده، نفس الموضوع بالظبط، ان انا في البداية هنا برص المسامير وبقول لك بنرصها ازاي، وبعد ما رصينا المسامير ببدا احسب هنا الفورس على المسمار نتيجه التنشن او المومنت او الشير، وفي الاخر خالص بعمل تشيك وحسبت البراين فورس، واعمل تشيك على اول صف من غير براين فورس، واعمل تشيك على ثاني صف بالبراين فورس، وعشان عندي شير فبعمل ايه؟ بعمل اللي هو الانتراكشن ايكويشن بتاعه الشير. طيب ده كده الايه؟ الكونكشن الثاني. واضحه لحد دلوقتي؟ سهله؟ تمام يا دكتور. طيب الكونكشن الثالثة دي انا مش شارحها خالص بالتفصيل، دي انا سايبها لكم انتوا بقى، دي سيلف ستادي يعني. دي بسيطه يعني، هقول كده الفكره بتاعتها بمنتهى البساطه، دي بنلجا لها في الحقيقه. بيحصل ايه في الحقيقه؟ بيحصل ان لما انت بتمسك الايجين بتاعتك وتحط اربع مسامير بس تلاقيها مش مكفيه. مش مكفيه يعني ايه؟ يعني المومنت بيبقى ضخم قوي قوي قوي، فبالتالي الاربع مسامير انت عايز 6 او 8 او 10. طيب لو عكست ورسمت الكونكشن فلاشد بس نتيجه ان الدبس بتاعها صغير، ما خدوا بالكم انت محكوم بايه؟ محكوم بارتفاع الكاميرا، فالمسامير جايه على قد الكاميرا بس، فعشان المسامير جايه على قد الكاميرا بس فالارتفاعات المحكومه دي بتخلي الفورس على اللي هي سيجما واي سكوير بتطلع رقم صغير، فبالتالي تلاقي اول مسمار عليه فورس كبيره قوي وانت مش عارف تكبر، انت مش عارف تخرج بره. فالكلام ده بقى نروح عاملين ايه؟ عاملين ديتيله ثالثه خالص. ايه الديتيله الثالثه؟ ان انا بعمل الاثنين في بعض، يعني هنا زي ما انتم شايفين كده بعمل فلاشد كونكشن وفي نفس الوقت بعمل اكستندد كونكشن، بس اكستند كونكشن انا بزود صف من فوق، يعني انا ايه؟ خرجت بره، يعني دي تعتبر هي فلاشد بلس 2 بولت اوتسايد، نسميها كده بدل ما نسميها اكستندد دي. يبقى هو ده اللي انا عملته، ان انا دي طلعت مش نافعه ودي طلعت كمان مش نافعه، اعمل حاجه ثالثه ان انا اكبر المسامير واروح مزود صف جديد اللي هو الصف الاخراني ده بره الفلانج. لما تيجي تحل حاجه زي كده تحلها بنفس الطريقه اللي هي ايه؟ بتاعه الفلاشد، ان انت تقسمهم على سيجما الواي سكوير
وتعتبر اول مسمار من فوق خالص عليه الفورس بتاعت اللي هي سيجما ام المومنت على سيجما واي سكوير مضروبه في واي 1 الكبيره البعيده. طيب بالنسبه للبراينج فورس زي ما اتفقنا لو انا حاطط المسامير اللي فوق دي هيظهر براينج فورس. طب ازاي الغي البراينج فورس او اخليه ضعيف جدا؟ ان انا احط الاستيفنر اللي فوق ده. شايفين الاستيفنر اللي فوق ده؟ الاستيفنر اللي فوق ده ليه فايده لو انا حطيته، ده كده اسمه ستيفنر بليت. ستيفنر بليت اللي هو في السايد فيو ده المنظر بتاعه، ده كده ايه الاستيفنر بليت. الاستيفنر بليت ده هدفه ايه؟ هدفه انه يقوي التخانه دي، التخانه اللي كانت طالعه اكستندد في الهواء لوحديها. لو انا ما حطيت لهاش البليت هتتني، اروح انا حاطط لها البليت عشان ما تتنيش فما يحصلش البراين فورس. يبقى زي ما اتفقنا كده، زي ما احنا قلنا من شويه، المسمار الاولاني في الفلاشد اللي هو ده، هو ليه ما عليهوش براين فورس؟ عشان متحوط. متحوط بمين؟ متحوط بفلانجه ومتحوط بويب. نفس الكلام المسمار ده عشان الغي البراين فورس، هو كان في الاول عنده فلانجه بس والناحيه الثانيه كانها كانتليفر. لو انا حطيت الاستيفنر ده تمنع البراين فورس. يبقى انا دلوقتي لو انا عندي الفورس او الكونكشن مش مستحمله ولا الاكستندد ولا الفلاشد، هعمل حاجه ان انا ازود صف من فوق. بس مشكله الصف اللي فوق ده ان انا هلاقي انا عندي براين فورس هجمعها على المسمار، ممكن هي كمان تطلع انصير. طب الغي كمان البراين فورس، يبقى احط الاستيفنر. يبقى انا دلوقتي عملت كذا اكشن دلوقتي عشان تقوي لي الكونكشن، ان انا هنا زودت صف من المسامير، فبالتالي سيجما الواي سكوير كبرت. مش انا بقول ام على سيجما الواي سكوير، فسيجما الواي سكوير كده كبرت لان انا زودت صف جديد. وكمان المفروض كنت بعمل تشيك على براين فورس، هنا مفيش براين فورس بعد وجود المسمار، فبالتالي البراين فورس برضو هتبقى موجوده على ثالث صف. يعني هنا بقى هضطر ان انا احسب ثالث صف عشان اخد هنا ايه، اخد البراين فورس معايا في الاعتبار. يبقى دي كونكشن، دي غالبا بنلجأ لها كتير، يعني دي ما حدش يفتكر ان هي ايه قليله، لا ده معظم الكونكشن اللي احنا بنعملها بتبقى اكستندد. احنا بنتكلم دلوقتي على الايه، ان شاء الله باذن الله لما تخرجوا وتشتغلوا وتنفذوا كونكشنز خارجيه، بتلاقي ان معظم الكونكشن اللي بتستخدم بتبقى اكستندد عشان تبقى ريجيد كونكشن. وفي نفس الوقت عشان ساعات الكاميرا بتبقى صغيره، الدبس بتاعها بيبقى صغير والمومنت عند الاند بيبقى كبير، فبنعملها ايه، بنعملها فلاشد اكستندد اللي هما الاثنين اللي مرسومين قدام. وعشان امنع اصلا البراينج فورس اروح حاطط ستيفر. خلاص واضح. الكونكشن الثالثه دي ممكن تلاقي لها اكزامبلز موجوده في التوتوريال، انما مش موجوده هنا في المحاضره. زي ما اتفقنا كده احنا عندنا في فايل في التوتوريال هتلاقي بتاع الاكسنتريك كونكشن في اكزامبلز كتير قوي، من ضمنها اكزامبل على ده. طيب انا قربت اخلص، بس ايه فاضل بقى حته مهمه الجايه اللي هي اللوكال تشيك بتاع العمدان. فقبل ما اخش فيه، ده هياخد مني 10 دقائق ماكسيموم يعني، فقبل ما اخش فيه لو حد عنده سؤال في كل اللي فات، احنا كده خلصنا الكونكشن عليها بيندنج، سواء ويلدت قلنا المره اللي فاتت الويلدت وكررنا المره دي تاني، او البولتد سواء اللي هي الاكستندد او الفلاشد. حد عنده اسئله في الحاجات دي؟ حد عنده اسئله ولا اكمل؟ حد رافع ايده؟ لا تمام يا دكتور. طيب نخش على الجزء الاخراني اللي زي ما اتفقنا كده ايه 10 دقائق ان شاء الله باذن الله مش اكتر. بمنتهى البساطه انا بعمل تشيك على الكونكشن وخلاص وسيفتها وما فيهاش مشكله، بس اللي بيحصل ان المومنت ده بيتنقل بعد كده على مين؟ بيتنقل بعد كده على العمود. يعني انا دلوقتي اتفقت ان هنا مثلا عندي المومنت، والمومنت ده عمل لي تنشن فوق وكمبريشن تحت، فانا بشد من فوق وبضغط من تحت وعملت التشيكات بتاعتي على اللحام وعملت التشيكات على المسامير. طب ايش ضمنك ان الفلانجه بتاعتي بتاعت العمود اللي انا لاحم فيها دي شغاله، يعني تنفع، يعني تستحمل؟ عايزين نعمل تشيك عليها مش كده وبس. طب لو الفلانجه استحملت، مين قال لك ان الويب اللي في ظهرها ده يستحمل؟ نفس الكلام في الكومبريشن تحت، الفلانجه اللي تحت او الويب اللي تحت ده، مين قال لك ان هم هيستحملوا؟ فعايزين نطمن ان العمود
يستحمل انه ينقل الفورس لوكال، يعني دي تعتبر فورس لوكال، المومنت ده هيتنقل عن طريق الكونكشن يوصل للعمود، فعايزين نطمن العمود مش هيحصل له فيلير. طب ايه الفيليرز اللي ممكن تحصل؟ عندنا ثلاث انواع، ان انا عندي فوق نتيجه التنشن، وتحت نتيجه الكومبريشن، وفي النص هنا نتيجه الشير. يبقى انا عندي ثلاث حاجات، يا تنشن فوق يا كومبريشن، كل ده وانا بتكلم على نيجاتيف مومنت. يعني لو المومنت اتعكس اعكسوا كل الكلام ده، ناخد بالنا المومنت دايما بيبقى نيجاتيف مومنت مع العمود معظمه يعني، انما لو المومنت مع العمود كان بوزيتيف يبقى التنشن تحت والكومبريشن فوق. المهم فانا عندي تنشن وكومبريشن وشير، هم دول اللي هعمل عليهم تشيكات. خلاص طيب، لو عملت تشيكات وطلعوا العمود ضعيف شويه، دايما بيحصل في الواقع على فكره، يعني دايما في الواقع بتلاقي لما تبص كده على اي كونكشن بتلاقي مجموعه من الاستيفنرز اللي هي مرسومه بالمنظر ده. عندي بيبقى فيه استيفنر افقي هنا واستيفنر افقي تحت هنا، ده واحد قصاد التنشن وواحد قصاد الكومبريشن، وساعات ساعات بتلاقي استيفنر بالجنب اللي هو عشان ايه؟ عشان الشير. يبقى اللي انا هعمله دلوقتي ان احنا هنعمل تشيك على لوكال على العمود، هل يقدر يستحمل المومنت اللي جاي له ده كلوكال ستريسز ولا لا. ده اول تشيك ان احنا هنعمله، اللي هو نتيجه ناحيه التنشن. انا عندي هنا الكاميرا بتاعتي اهي في تنشن فوق، لو نفترض كده التنشن ده كان كبير قوي بيعمل ايه؟ شايفين الفلانج حصل لها ايه؟ الفلانج بتتشد لبره، فعشان الفلانج عايزه تتشد لبره طبعا اكزاجيريتد بقى اللي هو شكل الديفورميشن، يعني ده شكل الديفورميشن ده كبير قوي، احنا عايزين نطمن بس ان الديفورميشن ده مش هيحصل بالمنظر ده. فبمنتهى البساطه بعمل تشيك على مين؟ بعمل تشيك على تخانه الفلانج بتاعه العمود، مهم قوي، بعمل فلانج العمود. مش انا دلوقتي ما بتكلمش على كونكشن، ما بتكلمش على الهيد بليت، ما بتكلمش على الكاميرا او البراكت، بتكلم على العمود. يبقى انا دلوقتي بشد مين؟ بشد فلانجة العمود. طب مقاومه الفلانجة العمود كام؟ ادي القانون بتاعها، الريزيستنس بتاع التنشن بتاع العمود يساوي الفاي، الفاي 5.85 عشان بنتكلم على تنشن، مضروبه في 6.25 تي سكوير فلانج كولم. خدوا بالكم تي اف سي دي عباره عن ايه؟ فلانج كولم، مضروبه في الاف فيلد فلانج كولم برضو. ساعات يعني ساعات بيبقى الفلانج الاف فيلد بتاعت الكاميرا حاجه والعمود حاجه، فلما ناخد هنا ناخد الاف فيلد بتاعه العمود. خلاص طيب، انا بحسب هنا ايه؟ بحسب الار تي. ايه الار تي دي؟ ده الريزيستنس بتاعه الفلانج، اقارنها بمين؟ سهله، اقارنها بالتي بيم اللي عندنا بس. يعني انا عندي هنا في فورس تنشن اسمها تي بيم بتشد الفلانج هنا، بعد ما احسبها اروح عامل تشيك ان هي المفروض ما تزيدش عن الار تي. طب نفرض زادت عن الار تي، يبقى هيحصل فلانج بيندنج بالمنظر ده. يبقى كل اللي انا بعمله بعمل تشيك على الفلانج بيندنج انه ما يحصلش. امتى ما يحصلش؟ لو الفورس بتاعتي قليله، لو الفورس بتاعتي كبيره، دي كده الفورس المفروض الفورس دي لا تزيد عن الار تي اللي احنا حاسبينها فوق اللي هي دي. لو زادت عنها يبقى هيحصل تنشن فلانج. مين بقى الشاطر اللي يقول لي دلوقتي لو زادت عنها ايه الحل غير الاستيفنر؟ يعني انا ممكن حد شاف السلايد اللي فات فيقول لي هحط استيفنر. كلامك صح، هحط استيفنر. انا عايز واحد تاني يقول لي ازاي احل المشكله دي لو الفورس كانت اكبر من الريزيستنس بتاعت الفلانج. مين هيقول؟ انا مش هكمل لحد ما حد يقول. ممكن نحط بريسنج، نحط ايه؟ نحط بريسنج او سبورتس جوه العمود، يعني ما بين الفلانج دي والفلانج دي. بص يعني انت قلتها بطريقه يعني كويسه، بس هي ما اسمهاش بريسنج، يعني هنحط حاجه تسبورت. بص اقولها لك يمكن مش واخدين بالكم منها، بنحط دبلر بليت، اسم جديد. دبلر بليت ده يعني بنضاعف تخانه الفلانج. يعني هي كل الفكره في ايه؟ شايفين الريزيستنس دي فانكشن في ايه؟ دايما تبص على الاستريس او الريزيستنس يعني، وتشوف هي فانكشن في ايه. فهي بمنتهى البساطه فانكشن في التي. التي بتاعت مين؟ تخانه الفلانج. يعني كانه بيقول لك لو الرقم ده قليل معناها ان تخانه الفلانج قليله.
كل اللي انت مطلوب منك انك تتخن الفلانج. يبقى انا دلوقتي بمنتهى البساطه في الاليفيشن، لو بصيت في الاليفيشن عندي العمود كده، تخنت الفلانج دي تخانه ضعيفه. انا ممكن اقلبها ازاي؟ اقطع. ساعات بيعملوها ان هم بيقطعوا العمود ويعملوا تخانه كبيره، وبعد كده بيلحموا بعد كده تخانه صغيره، الهواء بيكملوا العمود نفسه يعني. يعني شفت انا عملت ايه؟ جيت لهنا ورحت مكبر تخانه العمود بس عند الكونكشن، وبعد كده ايه يعني؟ كاني قطعت الفلانجه وبدلتها بفلانجه ثانيه. او بدل ما اعمل حكايه القطع دي، انا ممكن اعمل دوبلر بليت. دوبلر بليت يعني ايه؟ ان انا امسك ده في البلين بقى، ان انا امسك الفلانجه بتاعت العمود والحم في ظهرها بليت تاني، بس الحم في ظهرها بليت تاني، بقت هي دي التخانه. يعني التخانه ما بقتش عندي تخانه الفلانجه بس، لا بقى عندي تخانه اكبر، اللي هي تخانه الفلانجه بلس تخانه الدوبلر بليت. وده اللي بنحطه، يعني انا رسمته هنا، بيبقى هنا في بليت كده في الظهر، واحد يمين واحد شمال، بحطه في ظهر العمود او في ظهر الفلانجه كده، تخن لي الايه؟ تخن لي الفلانجه. خلاص سهله. فلما تحب تعوض بقى هنا، تعوض بمين؟ تعوض بتخانه الدوبلر بليت بلس الفلانجه الاصليه، ما تعوضش الدوبلر بليت بس. طيب في حاجه ملحوظه كده صغيره هنا، في اي تشيك احنا بنعمله لازم ناخد بالنا، هو العمود مكمل ولا واقف؟ يفرق كتير قوي لو العمود هنا كان واقف تحت. يعني لو العمود هنا وقف تحت والكونكشن جايه في الطرف، عن العمود مكمل، دي مهمه جدا. لو العمود كده زي ما انتم شايفين هنا، في حته فوق فيها ريزيستنس، يعني الستة وربع دي يعني جايه منين؟ جايه ان انا الجزء اللي هيتني من العمود حته فوق وحته تحت. لو العمود ده نهايته، يبقى الريزيستنس دي تقل 50%. فعشان كده في نوت هنا مهمه قوي، وانت بتعوض لازم تبقى واخد بالك في المساله، هو قال لك هو ده عمود منتهي ولا عمود مكمل؟ لو كان العمود مكمل لفوق، ده معناها ان خلاص المعادله دي زي ما هي. انما لو العمود منتهي يعني اخر دور، نفترض كده ان هي فريم واحنا بنتكلم في اخر دور، فلو بنتكلم في اخر دور فلازم الرقم ده يقل 50%، اضربه في 0.5. خلاص. طيب دي كده الشكل بتاع الدوبلر بليت اللي انا قلته من شويه، وكل اللي هيحصل ان انت هتروح مكبر ايه؟ مكبر التخانه وجامعهم على بعض، الدوبلر بليت بلس الفلانجه الاصليه بتاعتها. خلاص. طيب ده بالنسبه لايه؟ بالنسبه لاول تشيك. دي الحته دي بتاعت الاستفنر، ان هو زي ما اتفقنا كده، انا عندي يا اما احط استفنر، شايفين ده هو ده الاستفنر، يا اما احط استفنر من الظهر، ده اللي يشبه كده اللي ايه باشمهندس اللي قال ايه، احط بريسنج. يعني المصطلح مش مظبوط قوي، او احنا بنحط استفنر بليت. فالاستفنر بليت بحطه، وممكن الاستفنر بليت بيبقى بالعرض كله او بنص العرض، يعني هو في الاخر انا مش محتاج العرض كله، انا محتاج مسافه معينه انقل بيها الفورس. انقل بيها انهي فورس؟ تعالوا كده نبص مع بعض. لو انا حبيت احط استفنر، انا رسم لك اتنين، رسم لك هنا استفنر كامل، ورسم لك هنا نص استفنر بس، وكاتب لك اور، يعني بقول لك يا اما ده يا اما ده. فتعرف منين مين فيهم اللي ينفع؟ بمنتهى البساطه، ادي البليت اهو، البليت ده اللي هو اسمه استفنر، اللي هو ده، هو شايل فورس كام؟ احنا اتفقنا من شويه ان انا عندي حاجه اسمها التي بيم، ده التنشن اللي جاي على البيم، وفي نفس الوقت عندي الريزيستنس بتاعت الفلانجه، والريزيستنس بتاعت الفلانجه دي اللي سميناها ار تي. طب مين اللي هيخش في الاستفنر؟ فرق الفورس. انا عندي التنشن اللي جاي على البيم كبير، والريزيستنس بتاعه الفلانج صغيره، لو طرحتهم من بعض هي دي الفورس اللي تخش جوه الاستفنر. الفورس اللي تخش جوه الاستفنر اسمها ايه؟ تي اس تساوي التي بيم ناقص الار تي، على حسب بقى الفورس دي كبيره ولا صغيره، اللي هي المتبقيه دي اللي هي التي اس. لو التي اس دي كبيره هحتاج طول كبير، طول كبير، طول بليت كبير. لو التي اس صغيره هحتاج طول صغير. هو في الغالب الفورس دي ما بتبقاش كبيره قوي، فاحنا ممكن نحط نص استفنر بس. يعني انا لو حد رسم هنا مثلا نص استفنر مش مشكله، ممكن يحتاج استفنر كامل لو الفورس دي كانت كبيره. فلو انا عايز اعمل تشيك على الاستفنر، الاستفنر ده
اشوف طوله كام، اللي هو طوله ان احنا مسمينه الدي اس، ده الدبس يعني بتاع الاستفنر. فهنجيبه عن طريق ايه؟ هنجيبه عن طريق الفورس اللي موجوده في الاستفنر. طب والفورس اللي موجوده في الاستفنر عباره عن ايه؟ ده نورمال فورس. وادي التشيك بتاعها اهو، في تشيك نورمال ستريسز وتشيك شير ستريسز، كانه منبر عادي، منبر من بتاع الترم الاولاني اللي هو الكورس اللي فات ده، مره تشيك شير ومره تشيك تنشن. عن طريقهم ان انا اقدر اجيب الدي اس، وفي نفس الوقت البي اس، البي اس اللي هو عرض الفلانجه دي، او سوري عرض الاستفنر، عرض الاستفنر اللي هو العرض، انا عندي عرض وعندي طول. دكتور واحد فيهم حضرت. هيشيل اتفضل. انا حضرتك انا عمر، انا فاضل لي 3 دقايق، لما اخلص بعد ال 3 دقايق ان شاء الله. طيب الموضوع الثاني اللي هو التشيك الثاني بتاع الويب لوكال ييلدنج، نفس الطريقه بالظبط. يعني هم الاربع تشيكات على فكره يشبهوا البعض، عباره عن ايه؟ انا عندي حاجه اسمها تنشن فلانج، ده كانت في التنشن اللي فوق. طب تحت بيحصل ايه؟ تحت بيحصل كومبريشن. فالكومبريشن اللي موجود تحت عباره عن فورس بتضغط مش بتشد، فالفورس اللي بتضغط دي بتعمل نفس الحركه بالظبط، انها بتضغط على الفلانج. مقاومه الفلانج كام؟ اهي الار كومبريشن تساوي الفاي في التي فلانج زائد الخمسة كي. ايه الخمسة كي دي؟ اللي هي الميل، كنت انتوا خدتوه في الكرين جردر زي كده وانت بتعمل تشيك كريبلينج، اللي هي الميل اللي بيخش لحد ما يوصل للويب. فده عباره عن الريزيستنس بتاع الويب ييلدنج. اعمل تشيك برضو مع السي بي اللي عندي. انا هعدي على الحاجات دي كده سريعا وهكررها المحاضره الجايه ان شاء الله باذن الله. لو طلع انسيف بعمل نفس الحركه، يا اما احط دوبلر بليت يا اما احط ستيفر. ده كده الايه؟ ده التشيك الثاني. التشيك الثالث معلش، التشيك الثالث حاجه اسمها ويب لوكال كريبلينج، برضو ليه معادله بتطلع الريزيستنس بتاعته نتيجه ايه؟ نتيجه الكومبريشن اللي جاي على الفلانجه اللي تحت. اخر تشيك معانا اللي هو بتاع الشير بانل زون. الشير بانل زون اللي هي الجزء بتاع الويب ده، نتيجه التنشن اللي موجود هنا ونتيجه الكومبريشن اللي موجود، بعمل عليه تشيك، وممكن احط ستيفنر دياجونال يمين وستيفنر دياجونال شمال. الاربع تشيكات دول المفروض ان بعمل عليهم تشيك على لوكال باكلينج زي ما قلنا كده، ايه عشان مشينا عليهم سريعا، المرة الجاية ان شاء الله نقولهم بالتفصيل ونشوف الاكزامبل بتاعهم المرة الجاية ان شاء الله باذن الله. هم مش مطلوبين في الشيت دلوقتي يعني، بس المرة الجاية ان شاء الله نبقى نكررهم تاني. طيب انا خلصت عشان المحاضرة اللي عندكم. حد عنده اي سؤال؟ تمام، شكرا يا دكتور. هو كده بالنسبة للاسبوع الجاي هنسلم ايه؟ زي الجدول ولا في تغيير؟ لا هو زي الجدول بالظبط، بس هتلاقي اي حاجه عليها تورشن مش هتبقى عليك. يعني الترم اللي فات ان شاء الله الشيت اللي فات كان في مساله تورشن ومساله بيندنج، فانت هتسلم مساله البيندنج بس. نفس الكلام في الشيت ده الاسبوع ده. الاسبوع الجاي نفس الحركه، عندك مساله تورشن ومساله بيندنج، والمساله البيندنج مره فلاشد ومره اكستندد، فانت هتسلم المساله اللي هي الفلاشد والاكستندد، انما بتاعه التورشن مش هتسلمها بس. تمام يا دكتور، ماشي ان شاء الله باذن الله. هنفكر كده نعمل لكم الاسبوع اللي بعد الجاي ان شاء الله كويز على الكونكشنز دي، يعني قبل بقى ما نخش في الميد تيرم. فده بس بقول لكم من دلوقتي، والمره الجايه ان شاء الله باذن الله هنبقى ايه ناكد عليكم. طيب اتفضلوا عشان المحاضره. شكرا جزيلا. شكرا يا دكتور.